بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين النهاردة عندنا مباراة هامة جدا ما بين النادي الأهلي ونادي وادي دجلة. هنقول لحضراتكم كل ما يخص هذه المباراة، كل حاجة في هذه المباراة أو ما قبل المباراة وأيضا ما بعد المباراة هنكون في مع حضراتكم في خلال الساعتين القادمتين. النهارده الحقيقه مباراه مهمه جدا 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 لصالح النادي الاهلي وايضا لصالح وادي دجله، ولكن خلينا نتكلم في الاول عن النادي الاهلي ومواصله الانتصارات. دايما النادي الاهلي لما بيبقى فيه كبوه او بيبقى فيه ظرف من الظروف بيمر بيها النادي الاهلي، بتلاقي الانديه الثانيه موجوده في كل حته وبتتكلم في كل البرامج وبتتكلم في كل الصحافه وبتتكلم في كل الجرايد وبتتكلم في كل حاجه وبتتكلم في كل المواقع، تكلم ان احنا هناخد الدوري وان احنا هنعمل كذا وان احنا هنعمل كذا. ولكن عندما يعود البطل او عندما يعود النادي الاهلي مره اخرى بتلاقي الناس دي ابتدت، اقول لك ايه يعني، انا قلتها كذا مره خلال الفتره اللي فاتت، بتلاقي الناس دي ابتدت ركابها تخبط في بعض او ابتدت تشوف عوده البطل مره اخرى من منظورهم هم بقى. فالنادي الاهلي لما بيرجع ومجرد ان هو بيعمل بس مباراه كويسه، مباراه بس كويسه، بتلاقوا الفرق الثانيه او فرق الدوري العام بالكامل كلها بتلاقوها رايحه في حته تانية خالص، بتفكر بقى ايه، النادي الاهلي هيكسب الماتشات اللي جايه، النادي الاهلي هيقرب من المنافسه، النادي الاهلي لما بيقرب من المنافسه بياخد الصداره، ولما بيوصل للصداره محدش بيعرف ينزله تاني. ما اعتقدش ان من سنه 48 لغايه دلوقتي حصل ان النادي الاهلي خد او كان في صداره الدوري العام ونزل من صداره الدوري العام. فعشان كده بقول لحضراتكم المباراه دي مهمه جدا جدا، مباراة مهمة لأن ثلاث نقاط هتخليك تقرب أكتر من المتنافسين على صدارة الدوري العام حتى الآن. حتى الآن خدوا بالكم دايما كلمة حتى الآن دي مهمة قوي، لأن ما تعرفش الماتش جاي فيه إيه، ليك ولغيرك، ليك ولغيرك، فما تعرفش الماتش جاي فيه إيه. فحتى الآن المتنافسين على الصدارة، النادي الأهلي بيقرب مباراة بعد مباراة بيقرب من المتنافسين على صدارة الدوري العام حتى الآن. عشان كده دايما بقول لحضراتكم ان الثلاث نقاط خلال الفترة الجاية، وبدأناها من المباراة السابقة، ان مبارياتنا خلال الفترات القادمة هي مباريات كؤوس لا تقبل القسم على اثنين، بمعنى ان احنا عايزين نكسب. دايما وبقول لكم هذا الكلام، ان في بعض اللعيبة محتاجة ان هي تبذل مجهود اكتر ومحتاجة ان احنا نشوفها بمستوى افضل، لان الفترة اللي جاية محتاجة كل لعيب. عودة المصابين، وفي اتنين خرجوا من المباراة اللي فاتت، او تحديدا حمدي فتحي كان مصاب وخرج من المباراة اللي فاتت وهيقعد له 10 ايام ولا حاجة، الحمد لله ان هي جت على قد كده، ولكن هناك من يعوض حمدي فتحي خلال هذه المباراة، وهنتكلم عن قائمة المباراة بعد قليل. ولكن زي ما قلت لحضراتكم الثلاث نقاط دي مهمة جدا للنادي الاهلي لمواصلة الزحف ومواصلة الضغط على الخصوم أو على المتنافسين، علشان بقى الناس نبتدي نشوف لما يلعبوا تحت ضغط إيه اللي هيحصل. الفترة اللي فاتت النادي الأهلي كان سايب الساحة لأنه كان في البطولة الأفريقية، وبالتالي كانت الساحة فاضية. لكن دلوقتي النادي الأهلي ابتدى يضغط على المتنافسين، ابتدى يقول لهم أنا رجعت، يقول لهم أنا ماتشاتي المؤجلة بكسبها، المستوى بتاعي بيزيد من مباراة الأخرى، عودة المصابين للفريق بترجع، اللعيبة المصابة بترجع مرة تانية وبالتالي بتزيد من قوة الفريق. عندك ناحية اليمين دلوقتي فيها اتنين أو ثلاثة لعيبة، ناحية الشمال نفس الكلام، في وسط الملعب نفس الكلام، الستوبر نفس الكلام، كل مكان بقى أصبح عندنا لاعب واتنين وتلاتة. طبعا لم يصل كل اللاعبين للمستوى 100% اللي احنا عارفينه عنهم، ولكن مع المباريات ومع دايما اللي بيبقى راجع من إصابة وإصابة طويلة بياخد له ماتشين ثلاثة كده لغاية لما بيدخل في أجواء المباريات والشكل اللي الناس منتظرينه منه. فعشان كده بقول لحضراتكم إن الفترة اللي جاية مهمة جدا جدا جدا. بداية هذه الفترة كانت مباراة المقاصة السابقة، النهاردة إن شاء الله ثلاث نقاط تدفع النادي الأهلي في العودة للصدارة أو للمنافسة على الصدارة مع المتنافسين مرة أخرى. على الجانب الآخر طبعا وادي دجلة من الأندية اللي ماشية بشكل كويس، مركزها متأخر في الدوري ولكن ماشية بشكل كويس، معاهم مدرب بيعتمد على طريقة لعب
اتكلمنا عنها امبارح وهنتكلم عنها اكتر النهارده مع ضيوفنا اللي هيكونوا موجودين معانا. هنتكلم عن كيفيه او طريقه لعب نادي وادي دجله في المباريات، وهل هيلعب امام النادي الاهلي بنفس الطريقه المعتاده اللي بيلعب بيها دايما؟ هل ده هتبقى فرصه للنادي الاهلي ان هو يضغط على هذا الفريق من الامام؟ الملعب نفسه ملعب بترو سبورت هيفرق ولا مش هيفرق؟ هنتكلم في كل هذه الامور ولكن في الجزء الثاني من هذه الحلقه. وبالتالي الثلاث نقاط دول مهمين جدا 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 لصالح النادي الاهلي. خلال الفتره اللي فاتت كان كل شغل الجهاز الفني، الشغل البدني بيبقى قليل لما بتبقى المباريات مضغوطه، الشغل البدني بيبقى قليل، ما بيبقاش شغل بدني كتير، بيبقى الشغل النفسي والعامل النفسي هو اللي اكتر. عشان كده انا دايما اللقطه بتاعت لاسارتي مع اجاييه ولقطه اجاييه مع لاسارتي ومع مجموعه اللاعبين اللي متواجدين، اللقطه دي بالنسبه لي هي لقطه عظيمه جدا، لقطه عظيمه جدا، لانها بتوريك قد ايه مدى التعاون ومدى الحب اللي موجود. شكرا يا سمير. مدى التعاون ومدى الحب اللي موجود واللي بيفرق مدير فني عن مدير فني اخر. خدوا بال حضراتكم الحاجات دي ممكن الناس ما تبقاش واخده بالها منها، ولكن اللي لعب كوره والناس اللي الفنيين بيبقوا فاهمين كويس قوي يعني ايه مدرب يروح يقول للعيبه اللي على الدكه كلها قوموا يا جماعه روحوا احتفلوا مع اجاييه. زي ما حضراتكم شايفين اجاييه ظهر بمستوى رائع في المباراه السابقه، ومجموعه اللاعبين الحقيقه اللي لعبوا المباراه السابقه كانوا كلهم ماشيين بشكل جيد جدا. اللي عايز اقوله برضو في اطار هذا الموضوع ان التركيز مهم جدا، التركيز مهم جدا. مش معنى ان انت لعبت مباراه بشكل جيد معنى كده ان انت خلاص وصلت للي انت عايزه، وهو ده دايما الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني. وهفضل اقول الكلمه دي، الكلمه دي انا عارف بتزعل ناس كتير وبياخدوها في كل حته عشان يتكلموا عليها ويقولوا ده بيقول كذا وده بيعمل كذا، ولكن في النهايه ومعلش انا هطلع بس بره المباراه شويه، انا ما بردش على حد يا جماعه عشان تبقوا حضراتكم عارفين، انا ما بردش على حد غير في الوقت اللي انا عايز ارد فيه. اي حد بيتكلم او بيقول اي حاجه خلي اللي يقول يقول، لكن انا برد فيما يخص النادي الاهلي، لكن حاجه تخصني انا ما بردش عليها ولا بتكلم عليها، لان الحاجات دي طبعا كلها كلام فارغ، يعني ما ينفعش ان انا اتكلم فيه، وما ينفعش ان انا اضيع وقت الجمهور في الكلام اللي بيتقال، لكن اللي انا بقوله دايما ان اي حاجه تخص النادي الاهلي محدش هيسكت عليها، هنفضل نتكلم وهنفضل نرد على كل الناس وهنقول لكل الناس قد ايه النادي الاهلي هو الصح من وجهه نظرنا ومن وجهه نظر كل جمهور الاهلي، ومش هنسكت على حاجه خلال الفترات القادمه. زي ما حضراتكم شايفين احنا كل يوم عندنا كم من الكلام اللي بنرد بيه وكم من الاشاعات اللي موجوده على صفحات التواصل الاجتماعي، ومعروف طبعا مصادرها من مين، وكم من المعلومات المغلوطه. عشان كده قناه النادي الاهلي دايما بتبقى حريصه على المعلومه الصادقه، المعلومه الصحيحه 100% مش 99%. يعني 99% انا ما اقدرش اقولها من بوقي، ما اقدرش اطلع اقولها، لكن في برامج اخرى ممكن تطلع تقول لو المعلومه 50% بتطلع تقولها مفيش مشكله، لكن هنا في قناه الاهلي المعلومه اللي بتبقى طالعه هي معلومه من المفترض انها بتكون معلومه صحيحه 100%. فعشان كده احنا عندنا حاجات معينه كده واجراءات معينه لا نستطيع ان نتخطاها في مثل هذه الامور. بتبقى عندنا معلومات ولكن ما نقدرش نقولها غير لما بتطلع على الموقع الرسمي او بيتم اعلانها بشكل رسمي. هو ده الشغل الصح. عشان كده الناس بتاخد من قناة الأهلي الكلمة مصدقة، الكلمة مصدقة. يعني على اعتبار ان لو حد بعت لي مثلا تشكيل المباراة النهاردة، لو حد بعته لي انا ممكن ابقى عارف تشكيل المباراة لكن ما اقدرش اقوله، ما اقدرش اقوله لحضراتكم الا لما يبقى 100% مظبوط. لا قدر الله ممكن يحصل اي حاجة في اثناء التسخين، محدش عارف، فممكن تتغير يقولك ايه قناة الأهلي بتقول حاجة غلط. خدوا بالكم كويس قوي من الكلام اللي انا بقوله ده، لانه زي ما قلت لكم حرب كبيره جدا من الاشاعات وحرب كبيره جدا من المعلومات المغلوطه بتتقال على كثير من المواقع وكثير من القنوات المؤجره والقنوات اللي هنا والقنوات اللي هنا. بتلاقي ناس كثيره جدا بتطلع تتكلم اي كلام اي كلام لمجرد ان انت بس ايه تلم الناس عليك وتشوف الناس. وطبعا لما تجيب سيره الاهلي، لما تجيب سيره الاهلي بتلاقي الناس كلها بتقعد تتفرج عليك، فاحنا عارفين الكلام ده كويس. عشان كده لما بنيجي نطلع كلمة او بنيجي نطلع معلومة بنقولها بيبقى في هناك بتعدي على كذا مرحلة لغاية لما بتوصل لحضراتكم معلومة صحيحة 100%. معلش انا خرجت من المباراة شوية ولكن ارجع للمباراة مرة اخرى.
طيب بما ان معانا كريم احمد من مراسلنا طبعا من ملعب المباراه او من الفندق، هو في الفندق ولا في ملعب المباراه يا جماعه قولوا لي؟ في الفندق لسه. طيب نروح نشوف كريم احمد وماذا حدث في فندق اقامه اللاعبين ما قبل المباراه، مباراه النادي الاهلي ووادي دجله. نروح نشوف كريم. كابتن اسلام كل التحيه ليك ولكل مشاهديك من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وملعب الاهلي. جوله جديده من بطوله الدوري العام، دجله والنادي الاهلي على استاد بتروسبورت في تمام الساعه 8 ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، المباراه الماضيه مباراه مصر المقاصه، النادي الاهلي ادى اداء اكثر من رائع، نتيجه واداء بالفعل اسعدت كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله استمر النادي الاهلي تحت قياده مستر مارتن لاسارتي المدير الفني اللي بالفعل واضح في شغل كبير جدا بيبذل من الجهاز الفني، الكابتن يوسف، كابتن سامي قمصان، كابتن سعد عبد الحفيظ، الجميع بصراحه كله طبعا بيشتغل في مجاله. اكيد ان شاء الله باذن الله مع الانسجام السريع لمستر مارتن والجهاز وايضا كمان الصفقات الجديده اللي انسجمت بالفعل وكان واضح بشكل كبير جدا خلال المباراه الماضيه وايضا كمان المباراه الماضيه للنادي الاهلي، لكن ان شاء الله بنتمنى المرحله القادمه للنادي الاهلي يعود كافه اللاعبين المصابين. انت عارف يا كابتن اسلام رغم يمكن تالق لاعبي النادي الاهلي في كل مباراه لكن بنفقد لاعب واثنين لسه يمكن اخر لاعب نقدر نقول فاقدينه في هذه المباراه او في قائمه مباراه اليوم، حمدي فتحي اللي ظهر بشكل مميز جدا خلال المباراه الماضيه، اداء كان اكثر من رائع، واضح الانسجام، واضح الروح والاصرار وجديه اللاعب في المباراه الماضيه، لكن لعنه الاصابات زي ما بنقول طالت بالفعل اللاعب حمدي فتحي، عنده اجهاد في العضله الضمه، اشتكى منه للجهاز الطبي للنادي الاهلي، فكان تفضيل ان يمكن اللاعب يكون مريح خلال ال 48 ساعه الماضيه، ما شاركش في اي تدريبات بالكره، وايضا كمان خلال ال 48 ساعه القادمين على امل ان شاء الله ان الاجهاد يروح شويه، ما يبقاش في الم في العضله الضمه، لان تلاحم كبير خلال الفتره القادمه وخلال الشهر القادم من المباريات في بطوله الدوري العام وايضا كمان في بطوله افريقيا اللي اكيد حلم كل النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي استعاده لقب افريقيا من جديد، فاكيد ان شاء الله الجميع يكون محافظ على نفسه بلغه الكوره، ما يبقاش في اصابات، ما يبقاش في اجادات، لكن هو ده قدر النادي الاهلي، كل مباراه بيدخل فيها النادي الاهلي بيكون فيها تحديات وصعوبات كثيره جدا، ان شاء الله باذن الله تخلق دوافع جديده لعيبه النادي الاهلي، بيشتغل عليها بشكل كبير الجهاز الفني، كابتن سعد عبد الحفيظ، جلسات مستمره، مستر مارتن، كابتن سامي قمصان، الجميع بصراحه بيشتغل بشكل كبير مع اللعيبه على الجلسات النفسيه، لان الجلسات النفسيه وانت عارف يا كابتن اسلام انت كنت احد نجوم فريق النادي الاهلي، الجلسات النفسيه مع اللعيبه الصغار واللعيبه اللي قادمه من انديه اخرى طبعا مهمه جدا، لان الانسجام السريع مع فريق النادي الاهلي هو ده اللي بيساعد لاعبي النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي على الاستمرار في هذا الاداء والشكل المميز خلال المباريات الماضيه. لو بكلمك كمان يا كابتن اسلام على الرؤيه الفنيه اللي خرجت النهارده بها بعض اللعيبه وايضا اللاعبين العائدين من الاصابه واللاعبين المستمرين في الاصابه على راسهم وليد ازارو، مروان محسن، احمد الشيخ، احمد فتحي، وليد سليمان، حسام عاشور، محمد نجيب، وحمدي فتحي، ومحمد محمود، واكرم توفيق، عدد كبير جدا من اللاعبين بيغيبوا عن هذه المباراه، لكن الشيء المميز واللي اكيد ايضا كمان بيسعد جمهور النادي الاهلي هو عوده اكثر من لاعب في قائمه مباراه اليوم، لو بذكر بالتحديد صلاح، محسن، وجيرالدو متواجدين بالفعل في قائمه المباراه، جيرالدو يمكن اصابه كانت من اول مباراه ليه في العضله الخلفيه، يمكن الراجل ظهر بشكل مميز ورائع جدا، ان شاء الله باذن الله لو في فرصه النهارده اتيحت ليه يكون متواجد، عندنا مباريات عديده باكد عليها كابتن اسلام، لان كل المباريات القادمه للنادي الاهلي هي مباراه بطوله سواء في بطوله الدوري العام وايضا كمان في البطوله الافريقيه، بينضم كمان زي ما اكدنا قلنا باسم علي، عدد كبير بيدخل قائمه النادي الاهلي، فاكيد الحاجه المطمئنه والمريحه لجمهور النادي الاهلي ان رغم ان احنا بنفقد اكثر من لاعب لكن بيعود تدريجيا عدد من اللاعبين لقائمه المباريات الفتره اللي جايه ان شاء الله يكتمل صفوف النادي الاهلي وتكتمل الشكل العام للنادي الاهلي، ان شاء الله الشكل يكون مختلف بشكل كبير مع اقل التدريبات المكثفه من الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي اللي بيقوم بدور كبير مع الجهاز الفني، جمل تكتيكيه بيتم تحفيظها، كان الراجل عايز يفرض اسلوبه وتكتيكه وفكره مع لعيبه النادي الاهلي من جلسات منفرده وجلسات مجمعه لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله الجميع على قلب رجل واحد كعاده لاعبي النادي الاهلي باذن الله، كل المباريات القادمه هي مباراه كؤوس وان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي سواء في مباراه اليوم ومنها ان شاء الله في المباراه القادمه وهي مباراه سيمبا بطل تنزانيا في بطوله دوري ابطال افريقيا. لحظات بسيطه جدا يا كابتن اسلام وتنتهي محاضره فريق النادي الاهلي ومنها ان شاء الله توجهنا على استاد بتروسبورت حيث المباراه الهامه والمرتقبه اللي تقام ان شاء الله في تمام الساعه 8. هنكون مستمرين معاك يا كابتن اسلام من ملعب المباراه ان شاء الله يكون معاك كل التشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي وفريق وادي دجله، وباذن الله عقب انتهاء هذه المباراه كعادتنا من خلال ملعب الاهلي تكون معنا لقاءات حصريه على شاشه قناه النادي الاهلي من الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا كريم احمد. زي ما حضراتكم شايفين خلاص المحاضره بتنتهي ومجموعه اللعيبه كلها هتروح بعد كده لملعب المباراه علشان
نبتدي بقى نسخن ونبتدي الناس تنزل. يعني طبعا كانت ايام كلها جميله الحقيقه، فالواحد عارف الترتيب بالظبط بيبقى ماشي ازاي. اللي عايز اقوله برضو لحضراتكم مشكله كبيره جدا بتواجه النادي الاهلي خلال هذه الفتره، وهي ضغط المباريات كل ثلاث اربع ايام بتتلعب مباراه، سواء في بطوله الدوري او في البطوله الافريقيه، وبالتالي هناك ضغط كبير على لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. كيفيه بقى ان انت تقدر تعمل روتيشن او تقدر تعمل تدوير للاعبين خلال هذه الفتره، لان انت بيرجع لك لعيبه جايه من الاصابه محتاجه ان هي تلعب مباريات، عندك لعيبه يعني نمسك الخشب ما اتصابتش بقى لها فتره، وبالتالي بقى لها فتره بتلعب في الملعب ومحتاجه بعض الراحه. حاجات بقى تبقى خاصه جدا جدا بالمدير الفني. المدير الفني هو اللي بيقرر ماذا يفعل خلال هذه الفتره، مين اللي جاي، مين اللي محتاج مباراه، هل اجاي يلعب المباراه دي كلها مثلا، هل عمرو السوليه بقى له فتره بيلعب، هل ياخد له شوط ونص مثلا ويريح. حاجات كده بتبقى المدير الفني هو الادرى بيها، المدير الفني، ومن المفترض طبعا مخطط الاحمال يكون معاه في هذا الموضوع، لان مخطط الاحمال بيبقى عليه عبء كبير جدا جدا في مثل هذه الظروف، خصوصا لما بتبقى المباريات كل 3 4 ايام مباراه. الاستشفاء بيبقى هو الاساس في التدريب، ما بتبقاش اللياقه البدنيه، الاستشفاء هو بيبقى الاساس في التدريب، لان انت ايه؟ انت بتلعب ماتش بتريح يوم، تاني يوم بترجع تعمل التمرين الرئيسيه، ثالث يوم ما قبل المباراه، رابع يوم بتلعب المباراه، وبالتالي ما عندكش وقت لاي لياقه بدنيه، ما عندك ان انت تعمل يعني تمارين لياقه بدنيه معينه، او ما عندكش اي حاجه. الفتره اللي جايه دي او الفتره اللي احنا شغالين فيها دي هي فتره الروتيشن الجيد من خلال المدير الفني. هل بقى مستر لاسارتي هيحافظ على تشكيل الفريق زي ما هو؟ هل هيكون هناك بعض التغييرات؟ يعني هو دلوقتي مضطر ان هو يحط تغييره مكان حمدي فتحي، هل هيدخل كريم نيدفيد من الباك رايت ويحط محمد هاني ناحيه اليمين ويلعب ايمن اشرف او سعد سمير واحد فيهم بجانب ياسر ابراهيم في المباراه دي؟ ده اللي هنشوفه، ولا هيبتدي ولا هيغير مجرد ان هو يمشي يطلع حمدي فتحي من المباراه، من التشكيله الاساسيه للمباراه السابقه، ويلعب هشام محمد مثلا منذ بدايه المباراه ويبقي خط الدفاع زي ما هو. حاجات كتيره جدا جدا بتدور في دماغ الراجل، لكن ايه اللي هيحصل في المباراه؟ طبعا ده اللي هنشوفه لما نتكلم مع حضراتكم عن تشكيل المباراه. قبل بقى ما نتكلم عن تشكيل المباراه، خلينا نروح نشوف او نستعرض مع حضراتكم جرافيك لمباريات او مباراه اليوم. بالمناسبه حتى هذه اللحظه النادي الاسماعيلي كسبان او متقدم على نادي الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء، احرزه كريم بامبو لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب النادي الاسماعيلي الحالي. طبعا مباراة النهاردة الاثنين 28 يناير وادي دجلة والنادي الاهلي دي مؤجلة او في الاسبوع العشرين، طبعا مباراة تانية الاسماعيلي والاتحاد السكندري، وبدأت هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة زي ما قلت لحضراتكم، لسه الشوط الثاني بادئ، الاسماعيلي كسبان الاتحاد السكندري حتى هذه اللحظة 1-0. طبعا تاريخ مباريات النادي الاهلي ووادي دجله في بطوله الدوري، لعبوا مع بعض 13 مباراه، النادي الاهلي فاز في 9 وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراه واحده، له 14 هدف وعليه 5 اهداف. اول مباراه بين الفريقين كانت يوم 23 سبتمبر و2010 فاز فيها النادي الاهلي 1-0، اما اخر مباراه كانت 21 اغسطس 2018 فاز فيها النادي الاهلي ايضا بهدف مقابل لا شيء. اول هدف احرزه للنادي الاهلي او تم احرازه للنادي الاهلي كان كابتن حسام غالي، واخر هدف تم احرازه من خلال صلاح محسن اللي النهارده هيبقى متواجد مع الفريق او مع قائمه الفريق ال 18 اللي موجودين في الفريق، وان شاء الله يلعب ويقدر يسجل. احراز او احرز اول هدف لوادي دجله عبد الفتاح الاغلى، وتتذكروا اللاعب راس حربه السوري، واخر هدف احمد الشناوي. اكبر فوز للنادي الاهلي على وادي دجله في بطوله الدوري 3-1، اما هدافه الاهلي في وادي دجله في بطوله الدوري عمرو جمال هدفين، 12 لاعب من الاهلي لكل منهم هدف وحيد، وهداف وادي دجله في الاهلي 5 لاعبين لكل منهم هدف واحد. دي القائمة، قائمة المباراة اليوم، شريف إكرامي والشناوي، هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول ومحمود وحيد وباسم علي، عودة باسم علي مرة أخرى بعد إصابة طويلة جدا. أما في خط الوسط عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحي، جيرالدو، أحمد حمودي، كريم نيدفيد، حسين الشحات، ناصر ماهر، صالح جمعة.
اما في خط الهجوم اخيرا بقينا نشوف اثنين مهاجمين، جونيور اجايه وصلاح محسن. طبعا المدير الفني مارتن لاسارتي. اما قائمه وادي دجله لهذه المباراه، في حراسه المرمى محمد عبد المنصف، و خط الدفاع رمزي خالد واسامه العزب واحمد رمضان بكم وبسام وليد وطه عثمان وعمرو صالح وشريف رضا. اما خط الوسط حسام عرفات ومحمد عبد العاطي ويايا سومهوري ويعقوبو وبوزاس فاسيلوس ومحمد هلال وابراهيم عايش واحمد سعيد ومصطفى طلعت. اما خط الهجوم ابراهيم نضاي ومحمد جمال بيبو. ابراهيم نضاي واحد من افضل اللاعبين اللي متواجدين في وادي دجله، واحد من افضل واهم اللاعبين. اما موقف النادي الاهلي ووادي دجله في بطوله الدوري، النادي الاهلي لعب 15 مباراه، فاز في 9 مباريات، تعادل في 3 مباريات، هزم في 3 مباريات، له 23 هدف عليه 11 هدف، يملك من النقاط 30 نقطه. اما في المركز الثالث طبعا، اما نادي وادي دجله في المركز ال 16 لعب 19 مباراه، فاز في 5 تعادل في 5 هزم في 9، له 23 مباراه، نفس العدد مساوي للنادي الاهلي، وعليه من الاهداف 30 هدف، 30 هدف دخلوا في مرمى وادي دجله، ويملك من النقاط 20 نقطه. هداف وادي دجله ابراهيم نضاي احرز 7 اهداف، اما هداف النادي الاهلي مروان محسن يرجع بالسلام ان شاء الله. اما جدول ترتيب فرق الدوري العام المصري، بصوا بقى حضراتكم من هنا، من هنا هتبتدي بقى بيراميدز والزمالك والمقصه والانتاج الحربي وبقيه الفرق دي هتبتدي بقى ايه؟ تلاقوها ابتدت بقى الدنيا تبقى مرتبكه شويه، لان عوده النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي في المباريات المتتاليه وتاخر او تعادل الزمالك مع بيراميدز اعتقد ان هو فاد النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وبالتالي الايام اللي جايه او المباريات اللي جايه النادي الاهلي مش هيقدر يعمل حاجه غير شيء واحد فقط، وهو المكسب في كل مباراه، بيزيد الضغط على الفريقين الزمالك وبيراميدز المتنافسين على المركز الاول والثاني حتى الان، حتى الان. نادي الزمالك في المركز الاول لعب 17 مباراه وله من النقاط 42 نقطه، نادي بيراميدز في المركز الثاني لعب 20 مباراه وعنده 39 نقطه. اما النادي الاهلي فله لعب 15 مباراه، فاز في 9 تعادل في 3 هزم في 3، له 23 هدف عليه 11 هدف، يملك من النقاط 30 نقطه. مصر المقصه في المركز الرابع من 19 مباراه ويملك من النقاط 30 نقطه. اما الانتاج الحربي في المركز الخامس لعب 20 مباراه ويملك من النقاط 28 نقطه. المقاولين العرب مع مديرهم الفني كابتن عماد النحاس لعب 20 مباراه ويملك من النقاط 27 نقطة في المركز السادس. المركز السابع طلاع الجيش 20 لعب 20 مباراة وعنده 24 نقطة. سموحة مع مديرهم الفني الجديد كابتن عادل عبد الرحمن في المركز الثامن عنده لعب 20 مباراة وله 24 نقطة. أما حرس الحدود مع الكابتن طارق العشري مديرا فنيا في المركز التاسع من 20 مباراة 24 نقطة. والمصري البورسعيدي في المركز العاشر مع الكابتن إيهاب جلال المدير الفني ويملك من النقاط 22 نقطة. الجونة مع مديره الفني كابتن حمادة صدقي في المركز ال 11 لعب 18 مباراة ويملك من النقاط 22 نقطة. أما الداخلية مع مديرهم الفني كابتن علاء عبد العال في المركز ال 12 من 20 مباراة ويملك من النقاط 21 نقطة. أما النجوم ايضا مع المدير الفني الصاعد بقوه الصاروخ كابتن احمد سامي في الدقيقه او في المركز ال 13 ويملك من النقاط 21 نقطه. وبالمناسبه عصام الحضري الحارس الاسطوري لمنتخبنا الوطني ولكل كثير من الانديه خلال الفتره السابقه، من المفترض ان هو حاليا بيمضي عقد مع نادي النجوم ليكون حارسا لمرمى نادي النجوم خلال الفتره القادمه او الست شهور القادمه.
اما بالنسبه لفريق الانبي في المركز ال14 مع مديرهم الفني علي ماهر لعب 19 مباراه ويملك من النقاط 20 نقطه. الاسماعيلي اللي بيلعب حاليا ولسه في الشوط الثاني في المركز ال15 ويملك من النقاط 20 نقطه من 18 مباراه. وادي دجله منافس النادي الاهلي في مباراه اليوم في المركز ال16 لعب 18 مباراه يملك من النقاط 20 نقطه. اما الاتحاد السكندري الذي يواجه الاسماعيلي مع مديره الفني كابتن حلم طولان الان في المركز ال17 طبعا ده قبل المباراه النهارده ويملك من النقاط 20 نقطه. اما في المركز الاخير نادي بتروجيت لعب 18 مباراه ويملك من النقاط 15 نقطه مع مديره الفني كابتن مؤمن سليمان. لسه في قائمه الهدافين ماشي، انا ما بحبش عراش ما فيهاش اهلاويه ماشي. قائمه الاهلي موسم او قائمه الهدافين قائمه الاهلي قائمه الهدافين موسم الموسم هذا الموسم محمود علاء المدافع الهداف في نادي الزمالك 10 اهداف منهم 6 اهداف ضربات جزاء، وحسام باولو لم يحسب له الهدف الاخير في مرمى الفريق المنافس اللي كان بيلعبه الكره جت في الانتاج الحربي لم يحسب له الهدف وحسب ل او تم احتسابه للاعب الاخر لاعب الانتاج الحربي، وبالتالي حسام باولو يملك من الاهداف 9 اهداف. كهربا الحقيقه عنده برضه في المركز الثالث وعنده 9 اهداف. احمد علي كامل المقاولين العرب يملك من الاهداف 9 اهداف. شميلس بيك للاعب نادي مصر المقصه ولاعب نادي بتروجيت السابق يملك من الاهداف 9 اهداف. جون انتوي لاعب مصر المقصه 7 اهداف. يوسف ابراهيم اوباما في المركز السابع ونادي الزمالك طبعا ويملك من الاهداف 7 اهداف. ابراهيم انيداي لاعب وادي دجله في المركز الثامن عنده 7 اهداف. صلاح امين في المركز التاسع من فريق النجوم ويملك 7 اهداف. وماركوس دا سيلفا كينو من بيراميدز في المركز العاشر يملك من الاهداف 7 اهداف. كل مره هفكر حضراتكم بس خلينا هنا شويه قبل ما نروح لطاقم تحكيم اليوم. كل شويه هفكر حضراتكم، تخيلوا حضراتكم 10 لاعبين ما فيهمش حد من النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين اصابات كثيره جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت خصوصا في مركز راس حربه، خصوصا في مركز راس حربه، يعني وليد ازارو يجي يلعب ماتش ويقعد 5-6 ماتشات تحصل له حاجه. نفس الكلام بالنسبه لمروان محسن ونفس الكلام برضو بالنسبه لصلاح محسن، وبالتالي عندنا مشكله الحقيقه في الهدافين. لكن انا متاكد شوفوا حضراتكم حتى هذه اللحظه وحتى الان، دايما خلونا نقول حتى الان لان حتى الان دي كلمه مريحه قوي، كلمة مريحة جدا. يعني حتى الآن النادي الأهلي في المركز الثالث، حتى الآن قائمة الهدافين أهو، وأنا بفكركم خدوا سكرين شوت كده إن قائمة الهدافين 10 لاعبين ما فيهمش ولا لاعب من النادي الأهلي. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل بعد 4-5 مباريات. محدش عارف. هل مع عودة صلاح محسن وهل مع عودة مروان محسن وعودة أزارو وعودة أجاييه هتفضل الدنيا كده؟ أدينا هنشوف. خلينا نخش في طاقم التحكيم. كابتن سمير عثمان هيكون معايا النهارده، مش هيكون معايا في مش هيحكم المباراه ولكن هيكون معايا النهارده، هنتكلم عن حكام المباراه او طاقم التحكيم لهذه المباراه. كابتن احمد الغندور حكما للساحه، كابتن احمد حسام مساعد اول، كابتن هاني عبد الفتاح مساعد ثاني، كابتن محمد عبد الحافظ حكما رابعا، كابتن طارق سامي وكابتن محمد سلامه حكم خامس. طيب ده طاقم التحكيم. زي ما قلت لحضراتكم الفقرة القادمة هيكون معايا واحد من نجوم التحكيم الكبار الكابتن سمير عثمان، هنتكلم عن طاقم التحكيم رؤيته وجهته. خلي بالكم الماتش اللي فات مثلا مباراة المقصة الكابتن سمير لو تتذكروا قال لنا ايه؟ قال لنا لو جاي جون بدري المباراة هتتسهل على حتى طاقم التحكيم. المباراة طبعا اتسهلت على النادي الاهلي واتسهلت على طاقم التحكيم واتسهلت على الجمهور واتسهلت على المدير الفني واتسهلت على كل الناس. الجون البدري دايما بيريح الناس. فالكابتن سمير هيكون معايا في الفقرة القادمة، هنتكلم عن طاقم التحكيم وتوقعاته لهذا الطاقم. هل يستطيع ان يدير مباراة هامة للنادي الاهلي في مثل هذا التوقيت الكابتن احمد الغندور وباقي طاقمه؟ ده اللي هنتكلم مع كابتن سمير عثمان فيه. طيب وكالعادة زي ما حضراتكم او زي ما عودنا حضراتكم خلال الكم حلقة اللي فاتت ان احنا دايما بنروح ناخد توقعات الجمهور، توقعات حضراتكم لهذه المباراة
من سيستطيع أن يفوز، وإن شاء الله لو فاز النادي الأهلي من اللي هيحرز أهداف من خلال توقعات حضراتكم. عملنا تقرير معاكم عشان دايما تبقوا مشاركينا ودايما تبقوا معانا في ملعب الأهلي. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع بعد التقرير هنستقبل النجم الكبير كابتن سمير عثمان للكلام على طاقم التحكيم. عايز يتقدم في الجدول، فاتوقع ان هو يعني مش شايف غير الثلاث نقاط بس قدامه. ان شاء الله الاهلي هيكسب النهارده، لان احنا لعبنا ماتش كويس جدا المره اللي فاتت وادينا اداء كويس جدا، وان شاء الله كمان انا شايف الصفقات الجديده بتاعتنا عامله شغل كويس جدا جدا. هي المباراه هتكون قويه جدا لاني دجله في قاع الدوري، فاللي هو عايز يطلع لمقدمه الدوري، والاهلي طبعا ده حاجه كبيره جدا، فاكيد بينافس على بطوله الدوري، فهو مش هيتنازل عن بطوله الدوري يعني. فالغريم التقليدي اللي هو نادي الزمالك او نادي بيراميدز او ايا كان، فهو عايز يعادل الفرق دي في الدوري اكيد يعني، عشان هو يعني رقم واحد في مصر وافريقيا. المباراه صعبه لان مدرب وادي دجله مدرب عامل كرة حلوه، مهاجم بيهاجم ما بيخافش من اي فريق مهما كان قيمته، اهلي زمالك بنشوفه بيلعب كره هجوميه ما بيفرقش معاه، حتى لما الكره بترجع للجون ما بيرضاش يشلت، عنده حته بيلعب كره على الارض من تحت بيمشي الكوره، اللعيبه بتاعته مش عاليه، ما فيش اسامي رنانه فيها زي ما بنسمع في الدوري المصري زي الاهلي زمالك بيراميدز، بس لعيبه بتطبق خطه المدرب ومديهم ثقه في نفسهم. باذن الله نتمنى الاهلي استعاده امجاده السابقه، وان شاء الله الاهلي يكسب النهارده بنتيجه تفرح كل جماهير الاهلي وتعوض اي فتره فاتت كنا فيها في حاله استياء، ان احنا متوقعين من الاهلي نتائج حلوه قوي، خصوصا بعد التغييرات الجديده اللي حصلت في النادي واللعيبه الجديده، والنادي الاهلي يعني بيستعيد ان شاء الله عافيته، ونتمنى ان شاء الله النتيجه النهارده تبقى 3-0 باذن الله. من وادي دجله دي يعني من الفرق اللي هي يعني لها تقل في الملعب، تلعب كره كويسه، وبعد كده يعني المدرب بتاعها الاخر يعني المدير الفني بتاعها يعني على مستوى يعني فاهم الكره المصريه، وحاجات صعب المساك كلها زي بعض، مفيش بقى سهل وصعب. احنا ان شاء الله نكسب النهارده عشان وادي جمهور الاهلي، هو الاهلي برضه ما زال الاهلي. الماتش صعب طبعا على الفرقتين، بس دجله بتلعب طبعا كره كويسه، بس ان شاء الله الاهلي هيحسم اللقاء ان شاء الله 2-0. حسين شحاته اعتقد انه هيجيب جول رمضان صبحي، وان شاء الله ان شاء الله نكسب 2-0 3-0 ان شاء الله. جوني اجاي راجع 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 راجع، وحب الناس له اللي خلاه يعمل كده، وخلاه ان هو عايز يثبت مره واثنين وثلاثه، ويثبت الناس ان هو قد الثقه اللي ادهم له، وان هم صبروا عليه ساعه الاصابه وكده. حسين الشحات خامه كويسه، بس لسه ما خدش الحته بتاعته زي العين، مساحات المفتوحه، الجري على الجناب، الثقه ان هو يخش هيجي منه. لا رمضان صبحي مش كويس، ممتاز من اللعيبه المحترم، انا بايد ان رمضان صبحي باذن الله يجيب باذن الله جون النهارده. رمضان صبحي اكيد امر طبيعي، بس لو نزل محسن صلاح محسن برضه النهارده لان بقى له كتير وعايز يعني يعمل يعني اثبات وجود، وصالح جمعه هو احتمال النهارده مفاجاه، احتمال كبير قوي يبدا بصالح جمعه ورمضان صبحي والشحات، وان شاء الله كده خير ان شاء الله. انا شايف حسين الشحات كويس جدا ماشي كويس، وحمدي فتحي كويس برضه ماشي كويس جدا 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 يعني بصراحه. رقم واحد طبعا حسين الشحات، وطبعا محمد الشناوي ده في حراسه المرمى يعني. هو حسين طبعا هو اقرب واحد للمباراه النهارده بالجون اللي جابه الماتش اللي فات واول ماتش ليه، فانا شايفه واخد الثقه. رمضان صبحي ابتدى يظهر في الملعب، فهي مساعده حال ان شاء الله نكسب 2-0.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في الجزء الاول من هذه الحلقه بملعب الاهلي، مباراه النادي الاهلي ضد وادي دجله، نجم الكبير كابتن سمير عثمان. ازيك كابتن؟ اهلا وسهلا كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اخبار تمام الحمد لله. عندك اجتماع لسه واصل حالا؟ لسه حالا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك كابتن سمير. عايزين نسال حضرتك عن طاقم التحكيم، كابتن احمد الغندور النهارده، كابتن احمد حسام مساعد اول، كابتن هاني عبد الفتاح مساعد ثاني، كابتن محمد عبد الحافظ حكم رابع، كابتن طارق سامي وكابتن محمد سلامه حكم خامس. الاول انا عايز اسالك، يعني واحنا ليه دايما بنقول طارق مثلا لما يبقى فيه اثنين حكام بنقول حكم خامس ليه؟ هي اسمها حكم خامس او حكم اضافي. يعني تمشي حكم خامس. المفروض اثنين حكام اضافيين او اثنين حكام. هم المفروض حكام اضافيين صح؟ لان هو خامس يبقى في سادس. حكمين اضافيين بالظبط كده. احنا في حصه لغه عربيه حكمين اضافيين بالظبط. عشان المفروض كده صح؟ المفروض عشان احنا لو قلنا في خامس يبقى في سادس. لا هم زي ما حضرتك قلت تذكرتين. تذكرتين. هو النهارده طاقم الحكام دولي اللي هيدير المباراه بقياده الحكم الدولي احمد محروس الغندور، ومع احمد حسام طه. نعم. واحمد وهاني عبد الفتاح طاقم حكام دولي، ومعاهم طارق سامي وميدو سلامه دوليين برضه بس كره خماسيه. ومعاهم محمد عبد الحافظ حكم رابع. هو ايه موضوع الكره الخماسيه؟ يعني احنا شايفين ان في الكره الخماسيه المباراه السابقه برضو امام مصر المقاصه كان هناك كابتن اعتقد كان حكم خامس بقى مع المجموعه اللي موجوده بالظبط. بص هل ده بيفرق؟ لا بص يا كابتن، احنا عندنا في ثلاث حكام، اربع انواع من الحكام. نعم. في حكم مساعد اللي احنا خلاص كلنا عارفينه. تمام تمام. وعندنا في حكم دولي ساحه اللي هو السبع الحكام الدوليين عندنا، وبعد كده عندنا في حكام دوليين للكره الشاطئيه، وعندنا حكام دوليين للكره الخماسيه او نعم. كره الصالات. دي طقم الحكام طالما انهم دوليين وبياخدوا الشهاده الدوليه ويسمح ليهم ان يديروا المسابقات في الدوري المحلي والدوري الممتاز طالما مستواهم الفني يؤهلهم. انما الشهاده الدوليه اللي واخدينها تبع الفيفا او الاتحاد الدولي يسافروا بره فقط، يا للكره الخماسيه يا الكره الشاطئيه. يعني ما ينفعش مثلا طارق سامي يلعب مباراه بره دوليه ملعب كبير. ينفع في مصر؟ ينفع في مصر، والدليل على كده طارق لعب حوالي اربع ماتشات، ميدو سلامه لعب برده ماتشين في الدوري العام. طالما مستواهم الفني يؤهلهم، انما دولي لا، يلعب فقط جوه مصر. وطبعا النهارده طاقم الحكام اتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. احمد محروس غندور لعب حوالي 11 مباراه دوليه، من ضمنهم بطوله امم افريقيا اللي كانت في تنزانيا تحت 23 سنه. نعم. وعمل بلاء حسن، دي تعتبر مباراه السابعه ليه في الدوري السنه دي، اول مباراه ليه الموسم ده للنادي الاهلي، وتاني مباراه ليه لوادي دجله. لعب قبل كده مباراه وادي دجله وسموحه. يعني انا النهارده اتمنى لهم التركيز، يكونوا مركزين في كل كوره، ما يستهينوش في اي كوره ولا بمرور الوقت، لازم يبقى في تركيز تام عشان المباراه تخرج على خير وتخرج ان شاء الله بدون مشاكل. وزي ما حضرتك اتفقنا قبل كده يا كابتن اسلام، قلت لحضرتك كل ما يجي في هدف بدري ده بيريح طاقم الحكام، بيريح الدنيا كلها بالظبط. والدليل على كده حضرتك فاكر الماتش اللي فات برضو الهدف اللي بسرعه جه بيريح طاقم الحكام. طيب يعني ايه الاهم قرارات الصعبه اللي ممكن هذا الطاقم يقابلها في مباراه اليوم، خصوصا النهارده خلي بال حضرتك وادي دجله طريقه لعبه مختلفه شويه عن بقيه فرق الدوري الممتاز، انه بيلعب من ورا وبيحضر وبيعمل وبتاع، فهتبقى الامور صعبه جدا على خصوصا الاثنين المساعدين. بص الجمله حضرتك قلتها، واتمنى ودي نصيحه لطاقم الحكام، انه اول ما يكلف باداره اي مباراه لازم يبقى عارف بنسبه كبيره اسلوب لعب الفريق ده، خاصة طاقم المساعدين لحضرتك. نعم. قلت لان في مدربين كتير جدا بيلعبوا على مصيدة التسلل او الاوفسايد جيم. لازم يبقى المساعد الحكم وهو نازل المباراة عارف ان الفرقة دي بتلعب على مصيدة التسلل، لازم يبقى مركز مع اخر تاني مدافع تركيز عالي جدا، حتى اثناء لعب الكرة لازم يبقى شايف الكرة طلعت امتى. فلازم الحكم اول ما يعرف يجي له المباراه تكليف بيها لازم يعرف برضو الى حد ما المدرب ده بيلعب ازاي، طريقه اللعب والله طبعا مين اللعيبه اللي بتمثل. لازم برضو حاطط في دماغه مين اللعيبه اللي بتمثل عشان ما تفاجئش بيها في ارض الملعب. هي ما كانت بقى مين اكتر اللعيبه اللي كانت بعيدا عن عموما في الدوري يعني ايام حضرتك ما كنت بتلعب؟ بيمثلوا طبعا من الزمالك كان جمال حمزه. لا جمال من الهوا يقولوا معدي كده. ومن الاهلي طبعا في واحد الناس كلها بتحبه وهتزعل مني لو قلته، بس برضه كان محمد ابو تريكه، برضه كان ابو تريكه كان بيمثل لحد كبير. لحد كبير. انا عارف الناس هتزعل مني دلوقتي، بس انت بتسالني سؤال انا بجاوب. لا ما انت عارف اصل هو في الاخر هي كره قدم، يعني انا عايز اكسب وخلاص سواء هنا او هنا. انما أو من اللعيبه بقى اللي كانت مثلا تاخد لك ضربه جزاء او فاول ويبينه قوي طبعا كان محمد بركات.
بركات كان بيبينها باسلوب كويس، ينط ويلف في الهواء وينقع وبس يبينها لك باسلوب كويس يعني، وبعدين يقوم يبص لك كده ويرفع حواجبه لفوق صح بالظبط. لو طبعا ليه افيهات كتيره يعني طبعا في الماتش كنتوا بتعملوا كده مع بعض ده محمد ده في الماتش مثلا يعني مباراه من المباريات كنت حضرتك فيها بيقول يلا بسرعه عشان ننزل الملعب ونخلص ونمشي دلوقتي عشان نلحق تمثيليه نور الشريف الدالي قبل المباراه. ومره كان في برضو يعني في يعني حاجه حسبتها ضربه جزاء كان على صالح النادي الاهلي، راح جالي كده لصالح الاهلي على الاهلي على الاهلي, الأهلي راح جالي قال لي بقول لك ايه انا هقول لفلان الفلاني مين فلان الفلاني ده ده كان ناقد رياضي كان بيصرخ الحكام طبعا هو بيقولها بطريقه هزار يعني قال لي طب شوف انا بالليل هعمل ايه طبعا بس طبعا الود اللي في الملعب مع اللعيبه مع الاحترام هو اللي هو اللي دايما بيظل دايما متواجد طبعا زي مثلا لعيب محمد ابو تريكه وانت في الملعب عمرك ما كنت تحس انه نجم لا راجل يعني فاهم كوره برضو باسلوب كويس يعني العلاقه الكويسه في النوع اللي بتسهل لك المباراه طبعا هي اللي بتسهل المباراه يعني من المفترض ان الحكم يكون عنده علاقات مع اللعيبه يعني يعني كابتن احمد غندور لازم يبقى عنده علاقه مع كل اللعيبه دي لا اعتقد تبقى صعبه بص ما برضو عشان مفهوم العلاقه لازم يبقى مفهوم علاقه احترام في الملعب ودي مش هتيجي بالماتش ولا ماتشين لا يعني انا عشان اوصل لكده زياده عن 15 سنه بحكم لنفس اللعيبه صح سواء للاهلي او للزمالك او للفرق دي اللي بتجيب لك بتوجد لك برضو المصداقيه معاهم ومش عيب ان الحكم يغلط بس المشكله الحكم اما يتمادى في الغلط او يحاول يعوضه دي اللي بتبقى مشكله واي حكم زي ما حضرتك عارف يا كابتن اسلام يعني مقدار الامتحان بتاعه هي الحاجه اللي ممكن تجي له في اثناء داخل منطقه الجزاء برضه اللي بيتميز الحكم ما لو الماتش النهارده دي اللي بتفرق حكم عن التاني طبعا ماتش ممكن 90 دقيقه ما فيش اي مشكله في منطقه الجزاء ولا في تحايل ولا ضربه جزاء اي حكم ممكن يحكم انما الاختبار بتاع الحكم امتى في اثناء داخل منطقه الجزاء او لا قدر الله طبعا في تبقى في حاله طرد تتوقع للطاقم ده ايه النهارده هيبان من اول 10 دقائق السيطره بتاعت احمد وزمايله تعرفهم كلهم كلهم زمايل احمد كلهم. الجميل فيه انه هادي احمد هادي قوي يعني احمد من الناس الهادين ما يحبش ياخد القرار بسرعه اللي بيتأنى فيه وده شيء رائع على فكره احمد حسام طه من المساعدين اللي بيركزوا كويس جدا وهاني عبد الفتاح برضو من المساعدين اللي احنا عارفينهم برضو هتلاقيه هادي وطارق سامي طبعا لعب مباراه حكم اضافي كتيره جدا هو ميدو سالم من بورسعيد يا رب يتمناهم التوفيق واحمد كان زمان لما كان يعني لسه كان درجه ثالثه كان بيجي معايا كل الماتشات واحنا داخلين كده والله كابتن انا عايز اسال حضرتك برضو سؤال عشان الناس تبقى فاهمه هو وظيفه الحكم الخامس ايه اوكي وظيفه الحكم الخامس اللي هو حكم الاضافي ورا المرمى تمام ده هو مسؤول مسؤوليه كامله عن رقم واحد الكرة عبرت خط المرمى بين القائمين تحت عرض ولا لا يعني معنى الكرة دخلت جول ولا لا تاني حاجة أي خطأ أي خطأ شافه شافه لازم يشير إليه الحكم لازم يكلمه عن طريق السماعات والإيربيث اللي معاه لازم تمام بيقول لكن حكم الساحة هو اللي له القرار أصل أنا ممكن أقول لك يا إسلام الكرة ضربة جزاء أنا أقول لك لا خلاص خلاص انتهى خلاص. انت عليك ان انت تبلغ بس ابلغ ليه عشان بعد كده في التحليل الفني بتاع لجنه الحكام الكره دي انت ما حسبتهاش ضربه جزاء هيجي يقول له والله فلان بلغني بس انا كنت متاكد من القرار فمسؤوليه الحكم الخامس وبيعاد بقى القرار مره اخرى الكلام فيه يعني لو في اللجنه بعد اللجنة كده طبعا بيبقى في عقاب طبعا بس بيجي يقول لك انت ما سمعتش كلامه ليه طالما انك مش شايف طب انت مش متاكد طب انا ما وقفتش اللعب ورحت له انت ممكن توقف تروح له لو انت شاكك في كوره بقى كبيره يعني خاصه احنا ما عندناش تقنيه الفي ار لسه فاحنا لسه الحاجه المساعده هو الحكم الاضافي بس انا اتمنى ان الحكم الاضافي يبقى على مستوى فني عالي يا كابتن اسلام زي الحكم اللي جوه عشان يبقى مقنع للحكم اللي جوه والدليل على كده النهارده الطقم الاضافي ده يريح الحكم يعني طارق سامي خبراته تساعد اي حكم جوه في الملعب غير ما يبقى في حكم كبير جوه نجم في الملعب واللي بره لسه طالع مستواه الفني لسه مش عالي مش هيبقى مقنع مش هيبقى مقنع ان بغلى الحكم بقرار خطير زي ركله جزاء بقرار خطير الكره عبرت منطقه الجول ولا لا يعني. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن حكم او عن طاقم تحكيم المباراه ونرجع نكمل مع كابتن سمير عثمان. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين النادي الاسماعيلي حتى هذه اللحظه متقدم على نادي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء زي ما حضراتكم شفتوا هدف في الشوط الاول وهدف في الشوط الثاني وحتى الان المباراه الشوط الثاني لم تنتهي او المباراه لم تنتهي حتى الان و2-0 لصالح النادي الاسماعيلي يعني كابتن سمير اخيرا تتوقع نجاح هذا الطاقم في اداره هذه المباراه
والله لو ركزوا من بداية المباراة اللي مطلوب اللي مطلوب منهم عشان ينجح المطلوب لازم يركز في بداية المباراة ويحاول يخش في المباراة بسرعة. يعني مثلا اول 3 4 دقايق ده كابتن اسلام يبقى مركز جدا، يبقى قريب من كل كورة، واللي بيفيد الحكم قوي لو جاله فاول في بداية المباراة سهل، لو ادى اتاحة فرصة برضه هو الحكم زي اللاعب مستني اول لعبة. برافو عليك برافو عليك، بيستنى اول لعبة، ويا سلام بقى لو في اتاحة فرصة حلوة يعني الحكم بيستناها بتفرق معاه تمام، لو في فاول سهل جنبه، لو في مثلا ركله جزاء واضحه هو حسبها، كل ما بيجي يحسب حاجه سهله وواضحه في بدايه المباراه دي بتدي له ثقه بقيه المباراه بقيه ال 90 دقيقه تمام، وبيستنى طبعا حاجه تجيله بسرعه وتبقى واضحه ان شاء الله. تمام، اخيرا انتهت مباراه النادي الاسماعيلي مع نادي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل شيء، وبكده بيضيف النادي الاسماعيلي 3 نقاط غاليه جدا ومهمه في طريق رجوعه مره اخرى الى وسط الجدول، لان الحقيقه النادي الاسماعيلي كان في ظروف صعبه جدا خلال الفتره الاخيره. وجيه احمد احرز هدف المباراه الثاني وهدف النادي الاسماعيلي الثاني في الدقيقه 92 من عمر المباراه، وبكده النادي الاسماعيلي بيضيف 3 نقاط هامه، ونادي الاتحاد السكندري بيفقد 3 نقاط هامه جدا في اطار المنافسه على او الهبوط. مفيش حاجه اسمها منافسه على الهبوط بصراحه، اسمها البعد عن الهبوط، البعد عن البعد الهبوط. خلال الفتره القادمه كابتن سمير انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله هنلتقي بقى بعد المباراه ونشوف. طبعا انت قلت هدف لو جه هيسهل الدنيا برضو كالعاده، لكن ان شاء الله ننتظر ماذا سيحدث، وبعد المباراه يكون معانا كل حالات المباراه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، شكرا جزيلا للكابتن سمير عثمان. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل نجوم ملعب الاهلي، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن احمد بلال، النجم الكبير كابتن اسامه حسني، بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقه اليوم. النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتننا؟ كابتن اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. وحشتني من امبارح النهارده. كابتن احمد بلال النجم الكبير برضه وحشتني من امبارح النهارده. ربنا يخليك ربنا يكرمك. ايضا الكابتن اسامه حسن. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. انت ما وحشتنيش بقى عشان احنا بقالنا كتير ما اتقابلناش. طيب خلينا نروح على طول او سريعا الى كريم احمد نشوف تشكيل النادي الاهلي وتشكيل وادي دجله. مجدد التحية ليك يا كابتن اسلام الشاطر كل مشاهديك ومتابعيك من خلال شاشة قناة النادي الاهلي. ادخل معاك سريعا في تشكيل الفريقين نادي دجلة ولا النادي الاهلي. ابدأ معاك بتشكيل النادي الاهلي في حراسة المرمى الشناوي. خط الظهر من اليمين الشمال محمد هاني، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول. في المنتصف كريم ندبد، عمرو السلية. على الاطراف رمضان صبحي وحسين الشحات. وفي الهجوم ناصر ماهر وجونيور اجاي. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي صلاح محسن، جيرالدو، باسم علي، سعد سمير، صالح جمعه، شريف اكرامي وهشام محمد. التشكيل الخاص بفريق نادي دجله في حراسه المرمى محمد عبد المنصف. خط الظهر من اليمين للشمال اسامه العزب، خالد رضا، احمد رمضان، بيكم، عمرو صالح. في المنتصف عبد العاطي، قدامه اثنين بواز السفاسوليز ومحمد هلال، وامامهم حسام عرفات وابراهيم انداي. وفي الهجوم محمد جمال بيبو. الاحتياطي الخاص بفريق نادي دجله خالد بيبو في حراسه المرمى، خالد وليد بيبو في حراسه المرمى، يعقوبو، يايا سمهارو، ابراهيم عايش، طه عثمان، محمد مرعي واحمد سعيد. بالفعل يا كابتن اسلام وصل الفريقين قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف كالعاده طبعا خلال تواجدهم هنا في استاد بترو سبورت. الامور الحمد لله زي ما قلنا في فندق الاقامه، حاله من التركيز كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. وبالفعل ان شاء الله باذن الله نتمنى يكون الاختيار لمستر مارتن لاسارتي لهؤلاء اللاعبين يكون موفق في اختيار هذا التشكيل ان شاء الله، ما نفقدش لاعبين. يمكن دي الامنيه الكبيره لكل جمهور النادي الاهلي، ان احنا بجانب الاداء المميز اللي احنا بنعمل ان النادي الاهلي ولاعيبته يؤدوه، بجانب كمان النتيجه القويه اللي احنا بنتمنى يكون هدف واثنين وثلاثه، ان ما يبقاش في اي اصابات يا كابتن اسلام. اخيرا حمدي فتحي ان شاء الله كل اللعيبه تكون جاهزه، وباذن الله ان شاء الله تخرج هذه المباراه اداء ونتيجه وبدون اصابات لفريق النادي الاهلي. وباذن الله عقب هذه المباراه نكون معاك يا كابتن اسلام لحظه بلحظه ولقاءات خاصه مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا كريم احمد من ملعب المباراه. كابتن شريف هبدا بحضرتك وتشكيل النادي الاهلي. محمد الشناوي، علي معلول، ايمن اشرف، وياسر ابراهيم، ومحمد هاني، عمرو السوليه، كريم ندفد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، وحسين الشحات، وجونيور اجاي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا انت توقعت يا عم التشكيل ده امبارح. احنا بعد كده على فلوس. احنا هنراهن بعض طبعا يعني. انا كنت كسبانك على كده بقى. كنت كسبانك في رنجة. على رنجة. على رنجة شريف. بلاش شريف الرنجة. اتفضل يا كابتن اتفضل. انت توقعت امبارح نفس التشكيل ده. واحنا كنا بين تغيير ندفد ندفد في الناحيه اليمين ولا صح. محمد هاني هيلعب ولا مش هيلعب. صح. لما اثبتت الظروف ان محمد هاني هيبتدي. راي حضرتك في هذا التشكيل ايه؟ هو الامثل على ما اعتقد يعني. واللعيبه اللي هي القدام ما اعتقد ما فيش تغيير الى ان يحدث اي شيء من دكه جميله جدا بتدي بالظبط بتدي. قول لنا الدكه لما قلتهاش قول لحضرتك. الدكه في شريف اكرامي، هشام محمد، صالح جمعه، سعد سمير، باسم علي، جيرالدو، صلاح محسن. فبنرحب طبعا بصلاح محسن وجيرالدو وسعد سمير وجوه جديده وباسم هشام محمد بعد اصابه وباسم طبعا. فكل دول زي ما احنا شايفين استشفوا ولاعيبه مديه حريه التغيير وحريه الشكل والتفكير للجهاز الفني ان هو ما يبقى معاه لعيبه زي دي كبيره كده يقدر يغير يقدر يعمل اللي هو نفسه. اديني فرصه ان انا اسال حتى بعد كده في ايه؟ عشان ما هو الاسئله دي بعدين، ما احنا هنسال التغييرات. ما انت اللي قلت لي الاحتياط تتحضر عفريت ومش عارف. طيب بلال عايز اعرف رايك في تشكيل الاهلي وتشكيل وادي دجله برضو. تشكيل وادي دجله برضو يا جماعه يا ريت تنزله لنا نقراه برضو للجمهور على الشاشه. محمد عبد المنصف طبعا في حراسه المرمى، اسامه العزب، وخالد رضا، واحمد رمضان، بيكم، وعمر صالح رباعي خط الظهر، ومحمد عبد العاطي واحد في وسط الملعب، وفاسيلوس فاسيليوس ومحمد هلال ده ثلاثي في وسط الملعب. اما حسام عرفات وابراهيم اناداي، وفي الامام محمد جمال بيبو. طريقه لعب يعني ما اعتقدش انها مختلفه كتير يا كابتن بلال عما سبق. نتكلم عن وادي دجله وبعدين نرجع للاهلي. طيب وادي دجله اكيد طبعا طريقه لعب يعني هي زي ما هي اعتقد يعني
هو جاي لك كسبان 2-0 الجونه من زمان، خلي بالك ده من 26 12. لكن حالته المعنويه جيده، هو بيلعب برده قدام النادي الاهلي. الثلاثه اللي موجودين، هو دايما خد بالك كل المدربين اللي بتلعب قدام النادي الاهلي بيحاول ان هو يقفل نص ملعبه بشكل كويس قوي ويعتمد على السرعات في الحته اللي قدام. هو النهارده بيلعب حسام عرفات، لعيب عنده سرعه صح، كورته حلوه، بيلعب على اطراف الملعب بشكل كويس جدا، يقدر يستغل السرعات بتاعته. برده الناحيه الثانيه ابراهيم منضاي برده من اللعيبه اللي عندها سرعه فائقه جدا جدا، ولعيب جيد جدا وبيعرف يسجل اهداف. محمد جمال بيبو يعني لعيب برضه سنتر فيرد كويس، يعني محطه كويسه بالنسبه له، لكن هو بيهتم بشكل كبير على السرعات، ودي خد بالك دي الميزه. يعني النهارده هيبقى الدنيا مقفوله وبتلعب على سرعات بالظبط كده. تمام. هو يقفل في نص ملعبه بشكل كويس قوي 4-3-3 الطريقه اللي شايفينها قدامنا، او 4-3-2-1 ايا كانت الطريقه، ولكن دجله بيلعب 4-3-3 بحيث ان هو دايما الاثنين اللي موجودين قدام فاتحين على اطراف الملعب، دايما بيلعبوا من ورا الاثنين الباكين بتوع النادي الاهلي، بيحاول يستغل تقدم الباكين ويشتغل على سرعات الكرات المرتده السريعه. هو ده الطريقه اللي ممكن يشتغل عليها بالنادي الاهلي، يقفل كويس قوي في نص ملعبه، يامن بشكل جيد، ويلعب على الهجمات المرتده السريعه. الاهلي الميزه النهارده في التشكيل، او اللي هنلاقيه الماتشات اللي جايه كلها، الثبات في التشكيل، الثبات اللي بيدي تفاهم، بيدي انسجام داخل الملعب، التغيير مفيش تغييرات كتيره، يعني واحد اتصاب طلع واحد يعني النهارده خرج حمدي فتحي ولعب مكانه النهارده نيدفيد لعيب لا ايمن اشرف اللي لعب، يعني ايمن اشرف اللي جه من بره لعب يعني ضاير ايمن اشرف نزل لعب، لكن اللي لعب مكانه نيدفيد صح. فالنهارده يديك انسجام، يدي تفاهم بين اللعيبه، يخلي اللعيبه دايما بتاخد ثقه في نفسها، مش كل شويه تغييرات. وحته الاصابات ان شاء الله اتمنى هي تقل النهارده ان شاء الله. كابتن اسامه رايك في التشكيلين؟ تشكيله النادي الاهلي فيها استقرار طبعا بالنسبه للمباراه اللي فاتت، هي معظم اللعيبه اللي موجوده، وزي ما كابتن بلال بيقول دايما الاستقرار في التشكيل بيديك الانسجام، اللعيبه تقدر تفهم بعض. انت ما وصلتش للنقطه دي لفتره طويله بسبب ظروف الاصابه، لكن النهارده حمدي فتحي لعيب مهم ومكسب كبير للنادي الاهلي واضافه كبيره للنادي الاهلي في وسط الملعب، مش هيكون موجود النهارده والحمد لله، اصابه بسيطه ممكن يعني اسبوع يرجع تاني، لكن بيتم توظيف حاجه بسيطه كده على الماشي يعني حاجه مش يعني مش للشهور حاجه بسيطه. لكن النهارده طبعا عوده صلاح محسن أيوه. مكسب كبير، عوده سعد سمير مكسب كبير، هشام محمد، لكن النهارده الجهاز الفني برضو بيفضل انه يبقى سعد موجود بره عشان بقاله فتره غايب، فالدفع بيه في مباراه من الاول ممكن يبقى فيها صعوبه. برضو نفس الكلام صلاح محسن، اجاييه برضو ما شاء الله ادى في مركز الراس حربه، هو بيجيد فيه وبيتم توظيفه في كذا مركز في ملعب اجاييه، من الحلول المهمه جدا للنادي الاهلي. طبعا كل اللعيبه موجوده، السوليه موجود بصفه مستمره في بالنسبه للفتره اللي فاتت، نعم. علي معلول احد مفاتيح اللعب المهمه. تشكيله وادي دجله ايوه هي الطريقه اللي بيعتمد عليها تاكيس جونياس، انها بيلعب 4-3-3، دايما بيعتمد على الكوره القصيره، التحضير من تحت، وهو دي سمات وادي دجله من اول ما جه، بالرغم ان الراجل المدرب اليوناني كان بيتغلب في الاول، لكن فضل مستمر على طاقه نفس وطريقه اسلوب اللعب بتاعته هي التحضير من تحت. النهارده عشان النادي الاهلي قابل عمليه التحضير من تحت، لازم نشوف ضغط عالي النهارده من الرباعي الامامي ناصر ماهر، حسين الشحات، رمضان صبحي، اجاي، يبقى في ضغط عالي على الفرقه من قدام علشان النهارده تقدر تغلطهم قدام، تقدر تحرز هدف بدري. تمام. فهو ده اسلوب دجله وده تشكيله النادي الاهلي. كابتن شريف، الضغط هيبقى من اول المباراه؟ يعني هيبدا زي ما بدا الشوط الاولاني في مباراه المقصه، ولا هيستنى شويه؟ لا خلاص مع النادي الاهلي يعني. خلاص بقى اللعيبه عرفت الهويه بتاعت التفوق وبتاعت وجودهم في الملعب، شخصيه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي وتحركات النادي الاهلي، والتحركات اقوى من النهارده. الجول الاولاني اللي احنا جبناه المره اللي فاتت كان فيه 5 رايحين على الجول، صح، الراجل جات له كونتر اتاك، ورمضان دخل، وحسين شحات قطع، وفي ناصر جاي، وواحد كمان لعيب جاي، ففي حتى عاملين حاله تكتيف لل مع حضرتك منطقه الجزاء. لو حضرتك تتفرج وتبص، صح، بص 4-5 هم رايحين، التحركات وده اللي كنا بنفتقده. شوف كام لعيب بيتحرك بقى هنا، دي 1-2-3-4، حتى اجاييه ما دخل ما وقفش يعني. وبص يقدر يعمله بالعرض كمان، شوف الزياده العدديه الجميله والتحت اللي كانت من تحت. ف ده اللي كان المطلوب الفتره اللي فاتت، المطلوب للشخص وشخصيه اللعيبه زي ما انت قلت، حسوا كمان ان لقوا الطريقه ولقوا الهويه اللي هم يقدروا يثبتوا في الملعب، ان هو للمدير الفني على الاقل اوري له امكانيات. هنا واضحه جدا يا كابتن، بص معلش هنا 5، بص الخمسه اللي انا بقول لك عليهم، اللي انا بتقول عليه هم دول كانوا شكل لازم يبقى موجود على طول، حتى لما تبقى تتقطع الكره تلاقي حتى انت بتدافع في نفس الوقت وبتهاجم في نفس الوقت. والخطوط كمان بتيجي معاك من الاطراف. الاطراف لما بتليك بتسحب كده، نص ملعبك بيقرب بيعظم معاك، الاطراف كمان بتدي لعلي معلول شكل او محمد هاني النهارده يبقى موجود في بؤره خطوره. فالشكل ده لازم اللعيبه تترجمه لنفسها. انا ضد حاجه واحده بس، يمكن انت كنت هتسالني عليها، ارض الملعب بتاعت السبورت ان هي ناشفه شويه،
فالنهارده لازم بتحبش الملاعب. انا ما بحبش الملاعب عشان اللعيب ما بيقدرش يستلم براحته قوي، لما بتبقى التربه طريه وانا بتطب الكره معايا اوقفها والف براحتي وركب بقى وكدا. فمش عايزين، عايزين نبعد عن العفريت اللي احنا مش عارفين نصرفه اللي هو الاصابات. طيب ان شاء الله يعني باذن الله يكون نفس الاسلوب اللي هو الضغط من اول المباراه. تمام كابتن بلال، اهم حاجه في وادي دجله ان هم بيلعبوا كره على الارض وكل حاجه، ولكن زي ما اسامه قال ان هم دايما بيلعبوا بطريقه واحده، او كابتن شريف كمان في بدايه كلامه قال هذا الكلام، ان هم هيبقوا قافلين في نص الملعب كويس قوي، وبعدين بيلعبوا على ابراهيم النضاي وحسام عرفات. ابراهيم النضاي واحد من هدافين الدوري وواحد من اللعيبه الكويسين جدا الافارقه اللي موجودين في مصر، كيف يمكن ايقاف هذا اللاعب من النادي الاهلي؟ لانه انت بتعتمد مثلا على طرف علي معلول، فممكن هو يروح واقف ورا علي معلول. صح. كيف يمكن التصرف في هذا؟ خد بالك دي هتبقى مشكله، يعني انت حته الترحيل هتبقى مهمه جدا بالنسبه للعيبه المساكين بتاعه النادي الاهلي. لان خلاص انت وحته كمان الاثنين اللي موجودين في نص ملعب سكان السليه او ندفد، مهم جدا في الحاله الدفاعيه، مهم جدا ان واحد فيهم دايما يكون ثابت. شفناها المباراه اللي فاتت، انا قصدي اقول لحضرتك ان ممكن ساعتها حد يقول لك ايه، احنا طب ما نوقف بقى علي معلول. لا بص خد بالك، ايوه ده اللي انا عايزك. بالظبط. صعب جدا انك انت توقف جبهه هي من الجبهات الناشطه جدا بتاعتك. انت كنادي اهلي ما ينفعش تعتمد على جبهه واحده وتسيب الثانيه عطلان مش شغال، لا انت هتعتمد على علي معلول، هتعتمد على محمد هاني الناحيه الثانيه، كمان هتعتمد على الشغل من القلب، هو ده طريقه الفرق الكبير لازم تهاجم بكل القوه. ولكن حته ان يبقى مثلا ابراهيم انضاي موجود على طرف الملعب، فانت تقدر ترحل واحد من الاثنين المساكين يقدر يميل ناحيته بالظبط شويه، والثاني يرحل وتتعمل عمليه الترحيل، لان انت في الحاله الهجوميه تبقى الباك رايت بالنسبه لك، لو انت بتهاجم ناحيه اليمين يبقى الباك ليفت بالنسبه لك بيشتغل كاليبرو، والعكس لو انت بتهاجم ناحيه الشمال من علي معلول وهو ثابت الباك رايت بالنسبه لك بيعمل عمليه التغطيه بيبقى هو اللي معلش حضرتك بتتكلم يا كابتن بلال. ده لاعبوا النادي الاهلي وهم متجهين الى ارض الملعب للتسخين او بدايه التسخين ما قبل المباراه. اتفضل يا كابتن بلال. طبعا الحاجات دي مش هتلاقيها غير عندنا هنا بس. اتفضل يا كابتن. فحته انك تعمل التغطيه العكسيه دي وانك تشغل الباك ليفت او الباك رايت يبقى يقوم بدور الليبرو دي مهمه جدا، هتخلي الستوبر الموجود او المساك اللي موجود هو اللي يقوم بعمليه المسك. يعني النهارده لو ابراهيم النضاي شفناه ناحيه الشمال او ثابت ناحيه اليمين مثلا زي ما هو بيلعب، نعم. هتلاقي واحد من الاثنين يا اما ندفد يا سليم. بالظبط، يا اما ندفد يا سليم بيرحل شويه معاه ووراه كمان المساك ايمن اشرف وياسر ابراهيم بيعمل عمليه التغطيه، لان خلاص هم بيلعبوا ثلاثه خد بالك، فانت بتلعب اربعه على ثلاثه، فانت دايما عندك واحد زياده، لعيب زياده عندك هو ده اللي بيرحل الترحيله اللي انت عايزها. هو ده اللي بيعمل الترحيله دي، فيبقى سهل المسك. هي الفكره كلها انك ما تديش فرصه في الهجمات المرتده بالظبط، الهجمات ان هو يبتدي يشتغل لوحده، لان واحد على واحد هيبقى عنده السرعه وهو متفوق في الحته دي جدا وعنده المهاره ودايما بيلعب على الجول. انت تخاف من اللعيب اللي دايما بيلعب على الجول. الناحيه الثانيه حسام عرفات لا هو دايما بيتطرف عايز ياخد الكوره ويلعب على طرف الملعب. سبع اهداف ابراهيم النضاي بالظبط، عايز ياخد الكوره على طرف الملعب، فده ممكن ما يبقاش منه قلق، لكن ابراهيم النضاي بياخد الكوره ودايما على الجول، عشان كده هي دي الخطوره، هي دي حته الخطوره انك ما تسيبوش لوحده، دايما يبقى في مان بيشتغل عليه، تقدر تقف بالحته دي. الاثنين بتوع نص ملعب زي ما بقول لك اسلام مهم ليهم دور مهم جدا في الحته دي، ان واحد دايما وانت بتهاجم الثاني لازم يكون هو اللي بيغطي، بيعمل حته الليبرو ورا اللعيبه بتاعت نص ملعب، الاربعه المهاجمين وكمان السليه ممكن يكمل قوي يبقى خمسه، يبقى هو النهارده ندفد اللي بيعمل الحته دي او السليه بالتبادل ما بينهم، واحد فيهم لازم يكون بيعمل برضه عمليه التغطيه. ملوش علاقه بالهجمه، ملوش علاقه بأي حاجه بالهجمة. يروح ناحيه ال شفت الجول اللي فات؟ انت خمسه على خمسه، مش محتاج اكتر من كده. كان اللي واقف حمدي فتحي بقى اللي كان واقف وراه. اللي كان واقف وراه حمدي فتحي هو اللي كان. فانت خمسه على خمسه مش محتاج حد تاني زياده. فواحد من نص الملعب ممكن يقوم بالدور ده كويس قوي. تمام. اذا كان ندفد او السليه على حسب الهجمه حسب التبادل يعني ممكن في وقت من الاوقات تلاقي عمرو السليه هو اللي بيكمل وهو بيمتاز بيها، لازم في الوقت ده كريم ندفد هو اللي يقف. او العكس لو كريم ندفد هو اللي كمل لازم يبقى عمرو السوليه اللي واقف. لازم النهارده طبعا في حته اللي كان بيتكلم فيها كابتن شريف هيبقى في تكتل شويه دفاعي من وادي دجله، خاصه ان وادي دجله موقفه برده في الجدول صعب. يعني صعب في المركز 16. لو بصينا الرقم مهم جدا يا كابتن اسلام، هتلاقي تاني اضعف خط دفاع في الجدول وادي دجله برصيد دخل فيه 30 هدف. مظبوط. الاولاني الاتحاد السكندري 33 لكن لعب مع الاسماعيلي دخل فيه 35 هدف. أيوه. فدي نسب كبيره. فالنهارده النقطه اللي احنا بنتكلم عليها لازم النادي الاهلي لازم ينزل ضاغط من بدايه المباراه، خاصه احمد رمضان بيكهام وخالد رضا ما عندهمش السرعات العاليه في الدفاع ومش مكانهم. هو بيكهام بيلعب بيكهام اصلا لا هو من فريق شباب الاهلي كان بيلعب في وسط الملعب، هو علشان كورته حلوه بيقدر يحضر من تحت
فتم توظيفه في حته المساك دي، حتى بيلعب في المنتخب الاولمبي مساك، لكن هو مركزه الاصلي في وسط الملعب. بس هو بقى له فتره بيلعب في المركز بيلعب ده. بيلعب مساك. هو في بس حاجه كمان، ان احنا عارفين ان هم بيبتدوا يدوروا الكره من تحت. مظبوط. فدي دي معلومه كبيره قوي عندنا، ان احنا بالادهى ان احنا نكون بنضغط فعلا. وبعدين عايز اقول لكم على حاجه، هم لا عندهم انيستا ولا جزافي هرنانديز، هم مشبهين نفسهم ببرشلونه الكره المصريه، انما الامكانيات اللي تحت ايد المدرب وفكره العالي ده اللي هو بيحاول يشبه نفسه بجوارديولا، الحقيقه حلوه قوي ونحترم كل حاجه، بس تدعيم اللعيبه والامكانيات اللي عنده يمكن القماشه اللي عنده وكباتن اشاروا على ابراهيم نداي، وواحد كمان هيعمل له السبورت. انا كل ابراهيم نداي ده انا عندي تعليق على واحد بس، ماتش الاهلي والمقاولين، احمد علي الاخ كوليبالي غفل شويه وسرقه وراح جايب منه كوره جايب جول، الجول ده مش مفروض مع ابراهيم نداي النهارده يتكرر، التركيز شامل لهذا اللاعب والتركيز شامل في هذه المنطقه. هم ما عندهمش اكثر من الكلام اللي انت قلته اللي هو الخطف، هو عايز يخطفني النهارده باي شكل يبقى له وجود في الملعب. عشان كده بقول لحضرتك، هو احنا ليه بنقول مثلا ان لازم حد يبقى واقف جنب، يعني زي ما بلال بيقول ان لازم يا كريم ندفد يا السولية واحد فيهم اللي دايما يبقى ملوش علاقه بيزن عليه المسافات زي ما قال بلال، ملوش علاقه بالهجمه فيه، بيفسد عليه التفكير حتى. وده بيغطي كمان يا كابتن شريف لما علي معلول بيطلع ويعمل الناحيه الهجوميه، لازم يرحل شويه ناحيه علي معلول عشان الكره لو اتقطعت واتضرب علي معلول في ظهره يبقى الدور اللي بيعمله حسام عاشور النهارده لازم يعمله كريم ندفد او عمرو السولية بالتبادل. ونفس الكلام ناحيه محمد هاني، طبعا محمد هاني ما شاء الله بيقدم برضه مستويات. انا كنت عايز اسالك في محمد هاني يا اسامه، محمد هاني متميز جدا في السرد باك، متميز جدا في الباك رايت، هو يعني كل شويه بيتغير في مكان، يعني كل شويه بيتغير في مكان، هل ده ما ياثرش عليه سلبا ان هو يلعب باك رايت الماتش ده، الماتش اللي فات سرد باك، ممكن الماتش الجاي يلعب باك رايت تاني؟ هل ده بيؤثر عليه سلبا ولا لا؟ اللي زي احمد فتحي، يعني اللعيبه اللي بتدي للمدرب حلول داخل الملعب. احمد فتحي تلعبه مساك تلاقيه بيأدي بنسب كبيره كويس جدا. باك رايت برضو بنفس الكلام، ديفندر تلاقيه بيأدي نفس الكلام محمد هاني. وخلي بالك النهارده محمد هاني لما بيلعب مساك بيساعده كمان في حته الباك رايت، انه بيتقل في الناحيه الدفاعيه، في عمليه الالتحامات، في عمليه القوه، في السرعات، في التغطيه. الناحيه الهجوميه كمان دي اللي بدا يطور فيها، شفناها في مباراه اللي كانت في افريقيا كمان فيتا كلوب، الهدف اللي عمله النهارده لما رمضان صبحي استلم الكوره قطع من وراه سبرنت اتعملت له، عملها لنصر ماهر بالعرض. دي بقى التطوير في الناحيه الهجوميه لمحمد داني اللي احنا بقى لنا فتره ما كناش شايفينه. عشان كل شويه الناس بتسال السؤال ده، شفناها برضه في مباراه شباب بيسالوا في الثوره، لان خد بالك خد بالك يا اسلام، مهم جدا ان يكون عندي لعيب مهاري وجوكر في نفس الوقت. خد بالك اللعيب المهاري تقدر تستخدمه في اي مكان يا كابتن، يعني النهارده محمد هاني لما لعب في الحته اللي ورا ابتدينا نشوف النادي الاهلي بيحضر، ابتدينا نشوف ان النادي الاهلي ما بيعملش الكرات الطوليه على طول، كل ما تستلم بالظبط بيعمل زياده عدائيه. خد بالك وايمن اشرف بشكل وايمن اشرف يعني يسلمه. برافو عليك يا بلال والله جدا. الكور الطويله دي الواحد يعني بعدين اعتقد نتيجه كده يعني مش قاعد كده مش ستايل ابتدى اللعيبه اللي حواليه ادته ثقه انه يقدر يعدي من واحد واثنين. اللعيبه اللي حوالين محمد هاني ادوا له ان هم كل واحد شايف حاله وكل واحد شايف شغله، فهو مش قلقان من حاجه لما ياخد الكره ويعدي من خط واثنين وثلاثه ويبني هجمه. فبرضه اللعيبه كلها لما بتبقى كويسه واللعيبه كلها بتبقى فورم عاليه بتدي الثقه لكل اللعيبه اللي حواليها. طب في ماتش شريفه الثوره اللي كان في الجزائر كابتن شريف، شفت الكره اللي عملها اجايل محمد هاني سبرنت وعملها بالعرض، عملها اوفر عالمي، راحت لكريم ندفت اوفر عالمي، كروس عالمي جدا يعني. والتحرك بتاع ندفت كمان جوه البتاع، الرغبه ان انا ابقى موجود في المنطقه دي وحده هدف، خد بالك اهم حاجه الرغبه جوه. وده يا كابتن خد بالك اللي اللي دايما بنتكلم فيها عند على ناصر ماهر بالذات في الحته دي، ان ازاي ابقى موجود في ال 18، ازاي دايما ازيد اعمل، ازاي ما العبش على يعني ما يبقاش كل لعب على طرف الملعب. هو لعيب مهاري جدا، لعيب مؤثر جدا، يعني انت بتطالب ان هو يبقى دايما موجود في ال 18، دايما موجود في ال 18 او يعني خلف المهاجمين. خد بالك يا اسلام انت برضو يعني رمضان صبحي من اللعيبه الكبيره جدا، بس بيلعب على طرف، لكن رمضان صبحي حته بيلعب على طرف على طول، ما بيحبش يزيد في نص ملعب او ما بيعملهاش بشكل كبير يعني. فمطلوب منك ان انت النهارده ناصر ماهر دايما يا كابتن يبقى في ال 18 عشان الكرات العرضيه دي، ما انت النهارده عندك لعيب واحد بس اجاييه، واجاييه دايما احنا اتكلمنا حتى المباراه اللي فاتت عليها لعيب متحرك بره البوكس. فالنهارده الكرات العرضيه عشان تقدر تستغلها وتسجل منها اهداف لازم يبقى على الاقل 2 3 جوه ال 18،
فمهم ناصر يكمل في الحته دي، مش بس ندفن السوليه بيعملها في بعض الاوقات وشفناها المباراه اللي فاتت ومباراه قبل كده، ولكن ناصر مان هو ده الدور الطبيعي بتاعه، ده الدور الطبيعي عشان بتاع. كمان السكند بول كمان يقدر يسجل منها اهداف، لان برده ممكن الكره ترتد ما تلاقيش حد، ما تلاقيش حد. فوجوده طيب. في ال 18 مهم جدا. خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم مواجهات النادي الاهلي ووادي دجله ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، العامل النفسي اللي بيشتغل عليه مستر مارتن لاسارتي خلال الفتره اللي فاتت وشفناه ظهر جليا يعني زي ما بيقولوا في اللقطه بتاعت جونيور اجايي ولاسارتي، هل من الممكن ان يمثل ناحيه ايجابيه للنادي الاهلي برضه في ظل المكاسب اللي احنا بنعددها خلال من اول مباراه المقصه حتى الان؟ اقول لك على حاجه، احنا كمدرب جديد باجي امسك فرقه عندي سمعه، ويمكن شفتهم فيديو، شفت اللعيبه فيديو، انما عندي سمعه عن كل لعيب فينا بيلعب ازاي، عمل ازاي، هو بيتفرج عليه ايه، انما ما اشوفه لايف هو ويتعامل معاه فعليا رسميا قدامه ويشوف الكلام اللي اتقال كله على اجايه انه بقى مظبوط الكلام وتحركات الراجل وقطعه وجايب جول شكله، خلاص هو بيبني على مرحله جديده قوي فكره بقى اللي هو جاي يديهولي انا كمدرب. أيوة. فبيدي له ثقه اكتر. بيدي المدرب ثقه وبيدي اللعيب ثقه كمان. ان المدرب بيحبه وبيثق في قدراته، فاللعيب كل ما المدرب يحبه وانت عارف كويس قوي لو المدرب بيحبك وبيعتمد عليك ويجي يقول لك الماتش ده على كتافك يا اسلام النهارده انت هتأدي 500%. شاف اللقطه ده كابتن شريف؟ ده حسام عاشور برضه هو مصاب وراجل راح يطمن عليه مهم جدا العامل النفسي ده. بقيمه كل لاعب الحقيقه. يعني كل لاعب عنده بيأدي وظيفه للاعب اللي جنبه. تقدر تخلي زي النهارده حمدي فتحي لما جه حرر. انا اللي عجبني في اللقطه دي هاتها من اولها كده. كان تعرف فكرتني بمانويل جوزيه. ان هو هنا يا جماعه ان هو بصوا حضراتكم بيقول له ام ما تقومش خليك قاعد. بصوا على بص اسامه بيقول له ام ما تقعدش. ده منتهى الاحترام. منتهى الاحترام يعني. الحلو برده في اللقطه كابتن شريف حسام عاشور بره الفرقه. فهو بره الفرقه ان انا مش محتاجك في الفتره دي ان انا خلاص رميت طوبتك، لا ده انا رايح اطمن عليك واشوفك. كمان بيعملوا عليه الكوتش الكابتن كمان كمان والجوزيه كمان. اول ما عمليه الاحماء كانت بتتم في الملعب وخلاص كان في درجه ومسكه الاحماء كان هو يدخل العياده يبدا يبص على اللعيبه ويطمن على اللعيبه لانه كان بيلبس الوش الخشبي ويهزر مع اللعيبه يعني ويطمن. ده طبيعي المسؤول الاول عن الحكايه كلها. مهم جدا العامل النفسي طبعا. مهم جدا. تمام. مهم جدا. الله ينور يا سمير. مهم جدا ان احنا نعرف العامل النفسي وتاثيره بالظبط. تربطها بقى باللقطه دي برضو لان اللقطه دي مهمه جدا. يعني حمودي اهو بيتكلم معاه الراجل وبيقول له كذا وكذا وكذا وفي نفس الوقت بقى هيجي بعد كده لاسارتي يتكلم معاه. تمام ماشي. حلو جدا الكلام ده لانه بيؤثر بشكل ايجابي يا كابتن شريف على بشكل الفريق. ايجابي ما شاء الله. وحاجه برضو بتاع يعني قيمة الراجل اللي جه كمان يعني قد ايه ده كوتش محترم قوي اللي احنا يخلينا احنا كمان نطمن ان اللعيبه باذن الله لما ترجع كلها هتبقى في ايد امينه كلها وهنشوف فكر. الحقيقه البدايه كانت المباراه اللي فاتت وانا بقول البدايه الحقيقه مش النهايه يعني احنا كنا بنقول انا وانت النهارده نفسنا نشوف ماتش النهارده بقى عشان نعرف ايه اللي هيحصل. الناس كلها مستنيه ايه اللي هيحصل في مباراه النهارده. هل هيكرر نفس السيناريو او افضل او احسن او نتيجه اعلى او اللي احنا مش هنرفض غير كده. فدي كمان المرحله اللي هو شوف شغله عامل ازاي. هو مش بيلف على اللعيبه ازاي وبيطمن على اللعيبه ازاي. هو عايز يوصل للمرحله دي والمنطقه دي. تمام كابتن. عايز تقول ايه يا سمير؟ انا بس لو سمير عد لنا اللقطه اللي فاتت لو سمحت يا سمير. واجايه هو طالع بعد ما احرز الهدف وهو بيحتفل مع اللعيبه. عايزين نشوف مارتن لاسارتي. بص مارتن لاسارتي شوف سيد عبد الحفيظ بيحضره ازاي. مارتن شايف ورا كابتن بيقول اللعيبه كلها تقوم من على الدكه كله يقوم يحتفل مع اجايه. هو ده المكسب انك انت ازاي تخلي اللعيبه اللي قاعده على الدكه مع اللعيبه اللي في الملعب ان الروح واحده لما بيجي جول كله بيحتفل. مش بيفكرك بمدرب ليفربول يورجن كلوب؟ طريقه تعامله مع اللعيبه بالظبط قريبه شويه. بس يورجن بيحب ماني اكتر من صلاح. بيحب صلاح اكتر منه. ما بيحبش نفسه يورجن. لا ده بيكسبه بقى. عامل حاله برضه هناك. عامل حاله طبعا. بالظبط عامل حاله. اللعيبه كلها بتحبه. خد بالك يا كابتن اي مدرب من دي بيحب يكسب. انت معاك فرقه زي ليفربول دي تقعد في البيت وتدرع. انت معاك خمسه قدامين يضربوا اي حد في الحلقه. انا بكلمك على الحلقه. العيال بتقنن مع بعض عشان يشوفوا مين اللي هيكسب الفرقه. لا بقول لك ايه؟ الخواجه شريفه احنا ان شاء الله ان شاء الله هيبقى الراجل بتاعنا ده باللعيبه اللي بترجع باذن الله. الله حاجه كبيره قوي ان شاء الله. كابتن بلال برضه عايز اسالك عن وسط الملعب عمرو السوليه وندفد. ده الناحيه الدفاعيه اللي حضرتك اتكلمت عنها. ماذا عن الناحيه الهجوميه؟ الناحيه الهجوميه دايما خد بالك ما يميز دايما النادي الاهلي في طريقه لعبه ايوه ان هو بيعمل عمليه الضغط على اي فرقه.
او بيشتغل في عمليه الضغط على اي فرقه زي المباراه اللي فاتت، الهدفين اللي سجلناهم، الهدف الاول والهدف الثاني، ده مثال بالزبط. واضح جدا ونموذجي للضغط. للضغط تضغط الأمين. اللي بيقوموا بعمليه الضغط هم الاثنين بتوع نص الملعب، هم دايما اللي بيزقوا اللعيبه اللي قدام، الثلاثه اللي موجودين تحت الفرد والفرد هم دايما اللي بيزقوهم في الحته دي، هم دايما اللي يعني اكبر محطه اللي بيتم عندها استخلاص الكوره. انت لو سبت الكوره تستخلصها عند في نص ملعبك هتبقى الامور صعبه جدا عليك، هتضطر تعمل مسافات كتيره جدا، جري كتيره جدا، هتضطر ان انت تحضر بشكل صعب جدا. لكن النهارده الاثنين اللي موجودين في نص ملعب بدايه الحته الهجوميه من عندهم، الضغط من عندهم والكرات السريعه، بص في الحته دي السوليه بيضغط فين؟ أيوة. بيضغط في نص ملعب المقص، لا وكمل بعد كده، هي دي الناحيه اللي كنت بتتكلم عنها، ان هو كمل بعد كده، هي دي. اما لما بقطع الكوره ازاي بشتغل مع اللعيبه اللي قدامي؟ ما بقطعش واقف، لا بقطع واكمل. عشان كده الربط ما بين النهارده السوليه وندفد مهم جدا، ان مين بيشتغل في الحته الهجوميه ومين بيشتغل في الحته الدفاعيه، لازم واحد فيهم دايما يكون موجود تحت الثلاثه. انت عندك اثنين بيشتغلوا من على اطراف الملعب يا اسلام، عندك رمضان صبحي بيشتغل من على طرف الملعب، عندك حسين الشحات بيشتغل من طرف الملعب. فانت النهارده مهمه السوليه او ندفد انه يكمل دايما مع ورا ناصر ماهر، ورا ناصر ماهر او جنب ناصر ماهر كمان، او جنب ناصر ماهر عشان يزود الحته دي، عشان دايما يبقى عندك عدد في المكان ده، عشان دايما تاخد الكرات. يعني الماتش اللي فات شفنا السوليه بيتحرك كتير قوي في الحته اللي قدام، حمدي فتحي ثابت، لكن ما شفناش برده حته التصويبات لسه ما جاتش. كل ما هتكمل في الحته الهجوميه هتتاح لك الفرص انك تصوب، هتتاح لك الفرص انك تسجل اهداف. قبل كده لما كنا بنشوف السوليه بيدخل جوه ال 18 بيسجل اهداف، النهارده برده ندفد بيعرف يعمل الحته دي بشكل كويس قوي. فمهم جدا ان الربط في العمليه الهجوميه، واحد دايما بيهاجم والتاني دايما بيغطي، ايا كان الاثنين عندهم كوره كويسه جدا. يعني انت بتتكلم ندفد النهارده كورته حلوه قوي، السوليه برده كورته قويه جدا، بس مش مطلوب الاثنين دايما يكونوا هما الاثنين في الحته اللي قدام عشان ما يحصلش خلل في الحته اللي في القلب. مطلوب ان واحد فيهم دايما بيهاجم جنب ناصر ماهر، وواحد دايما بيرجع مع الاثنين المساكين. فالنهارده الدور الهجومي زي ما انت بتقول مهم بشكل كبير جدا، لان ده هو ده اللي هيزودنا، هو ده اللي دايما هيخلينا. بص يعني الحته دي الثلاثه اللي موجودين، بص السوليه موجود فين؟ في ال 18 الزياده العدديه، لو رجعت لاي واحد بص السوليه خط قطع كمل. يعني دي نموذج للتكمله، نموذج للتكمله الهجوميه بتاعت لعيبه نص ملعب. يعني بحييك يا سمير جدا، بص السوليه فين؟ لو راحت للسوليه جول، لو اتردت السوليه برده موجود. موجود مع ناصر ماهر، موجود برده مع حمودي لعيبه نص ملعب، يعني خمسه موجودين في ال 18. هي دي الحته المطلوبه دايما اللي اشتغل بيها لعيبه نص ملعب بتاعت النادي الاهلي. تمام. اسامه الناحيه الثانيه اجاييه، انا عايز اسالك عن اجاييه. المباراه اللي فاتت الحقيقه كل الناس بتعدد ان هو من مكاسب المباراه وشايفه ان هو من مكاسب المباراه، ولكن هل يستطيع اجاييه ان هو يكمل بمثل هذا الشكل في الفتره القادمه؟ مش المباراه النهارده بس، انا بتكلم بشكل عام. يعني اجاييه من اللعيبه المؤثره جدا وبتعمل حاله في هجوم النادي الاهلي. كمان يعني حاجه مهمه في اجاييه انه ممكن توظفه في الحته اللي بيلعب فيها حسين الشحات او رمضان صبحي او ناصر ماهر، وكمان بيجيد كمان بشكل كبير في الحته راس حربه. احنا لما لعبنا بوليد سليمان ولعبنا بحسين الشحات ورمضان صبحي كنا مفتقدين شويه الراس حربه اللي ممكن يقدر يقوم بالدور ده او الوظيفه دي. لا اجاييه يعني في التحرك في الهدف اللي جابه فرقة مصر المقاصه، لا تحرك واحد مهاجم، انه اول ما بدا عمرو السوليه يمشي بالكوره ادى جنبه في الكوره وبدا يبقى مواجه لمرمى المقاصه، وهو ده التحرك. بص بدا يسرق المساك وبدا يتحرك وياخد بجنبه، فلا ده تحرك واحد فعلا طبعا، يعني ممكن يلعب مهاجم وعنده الملكه كمان انه بيعرف يجيب جول. أيوه. يعني مش بيلعب كمان تحت المهاجم وخلاص، لا ده كمان الملكه انه يقدر يسجل اهداف، فدي ميزه كويسه طبعا في اجاييه. لا يعني اجاييه كمان من اللعيبه المؤثره جدا في النادي الاهلي، بغيابه تاثر النادي الاهلي بشكل كبير النهارده ان شاء الله، يعني يواصل سلسله التالق. وكمان الهدف بتاع المباراه اللي فاتت اداله ثقه بعد غياب فتره كبيره حوالي 5 شهور او 6 شهور، عودته في مباراه صعبه امام شبيبه الثوره في الجزائر في الظروف وبالملعب وبيأدي بالشكل ده يبقى سبب في تعادل النادي الاهلي، ده مكسب. النهارده بياكد برضه في مباراه مصر المقاصه، ان شاء الله نتمنى له يعني كمان التكمله في التالق. كمان زائد حسين الشحات يعني اول ماتشين ليه ما كانش موفق فيهم بشكل كبير، والناس مستنيه ظهور حسين الشحات. المباراه مصر مستنيه الصفقات الكبيره دي انها تروح من الجول للجول، تاخد الكره من الجول. النهارده الهدف كمان اللي بيحرزه مصر المقاصه ده بيديله ثقه بقى ويبدا يدخله جوه الفريق. وان شاء الله برده يتالق كمان حسين الشحات مع رمضان صبحي اللي بيواصل ما شاء الله سلسله التالق بتاعته، وان شاء الله يعني كمان على كاس الامم نبدا نشوف عدد كبير بقى من النادي الاهلي في منتخب مصر. منتخب مصر كان مهم جدا، كان دايما كابتن شريف يقول حاجه مهمه، ازاي تستغل الفرص. اللي فرق معانا في المقصه احنا استغلينا الفرصتين اللي جم في الاول، جونين خلاص قتلوا الماتش، خلصت الماتش. خد بالك
كميه الجري هتبقى اكتر بكتير جدا لو انت ما استغلتش الفرص اللي جات لك في بدايه اللقاء. يعني خد بالك انت كل ما بتسجل هدف المعنويات بتعلى قوي، الفريق قدامك بينزل، بتبتدي انت خلاص في الحته الهجوميه الثقه بتزيد، لكن انت لو ما قدرتش تستغل وتسجل برده في بدايه الماتش اولا بتعلي الثقه عند الفريق بتعلي الثقه عند فريق دجله، كم الجري والمجهود اللي هتبذله هيبقى اكبر بكتير جدا يا كابتن. خد بالك حته ان انت برده يعني اجي المباراه اللي فاتت كنا دايما بنشوف بتحرك طولي وعرضي، المباراه دي النهارده لو في علي مان وما قدرناش نستغل الفرص هتبقى الامور صعبه عليه شويه، هتبقى الامور صعبه اصعب من المباراه اللي فاتت. خلاص بقى هو ظهر بشكل ظهر بشكل كويس المباراه اللي فاتت، النهارده هيبقى في عليه رقابه شديده جدا، خلاص الناس شافت التحركات الهائله جدا. عشان كده بتمنى بدايه اللقاء لو في فرص نقدر نسجل اهداف من البدايه ان شاء الله عشان ما تصعبش علينا الامور. تمام كابتن شريف، انا هسالك عن هل من الممكن ان نرى تغير في طريقه لعب وادي دجله؟ يعني هل ممكن نلاقي مفاجاه مثلا ان احنا نلاقي وادي دجله من اول المباراه ما بيلعبش بطريقه اللعب اللي احنا عارفينها من ورا وبتاع؟ دي هتبقى مفاجاه لان الاهلي احنا كل الناس بتتكلم عن ان طريقه لعب وادي دجله هتبقى من محمد عبد المنصف، هيديها لاسامه العزب، هيديها لبيكم، هيديها كذا. طيب لو ما ده ما حصلش هيحصل ايه؟ بس خلينا الاول نروح نشوف كريم احمد مع كابتن محمد عبد الواحد مدرب نادي وادي دجله. هو كريم بس يجاوب على السؤال ده؟ كريم بيجاوب على كل الاسئله. فنطلع نشوف كريم احمد مع كابتن محمد عبد الواحد ونرجع نكمل مع حضراتكم. اتفضل بجد التحية ليك يا كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهديك نجوم الاستوديو التحليلي. لحظات بسيطة جدا طبعا وتفصلنا عن مباراة دجلة والنادي الاهلي، لكن انا يمكن في هذه اللحظات بينضم لي واحد من نجوم نادي الزمالك وايضا المدرب العام لفريق نادي والدجلة كابتن محمد عبد الواحد. برحب بيك يا كابتن عبد الواحد، ويمكن مباراة قوية كالعادة في تركيز كبير من نادي دجلة وايضا النادي الاهلي يمكن بيحقق نتائج رائعة جدا، بتشوف الجيم ازاي ومدى استعدادكم لهذه المباراة؟ الاول طبعا برحب بحبيبي كابتن اسلام الشاطر طبعا قناه الاهلي قناه محترمه. لا ماتش كبير، ماتش الاهلي والزمالك ماتشات بتبقى ماتشات كبيره بالنسبه للعيبه كلها، ولكن النادي الاهلي النهارده فارق عن الدور الاولاني خالص. النادي الاهلي بيقدم مستوى رائع بدايه من اللعيبه اللي جابها، تدعيمات اللي جابها تدعيمات قويه. احنا مستعدين استعداد زي كل الماتشات، لكن في تركيز النهارده على الهجمات المرتده بتاع النادي الاهلي وسرعات رمضان صبحي وجايين. الماتش اللي فات كان 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 هايل الماتش اللي فات، فعندهم حلول. الاهلي بقى فرقه كبيره، يعني طول عمرها فرقه كبيره، لكن عنده دلوقتي التدعيمات الجديده اللي جابها في شهر يناير اضافت له كتير وعملت له تغير من الناحيه الهجوميه. بقى عنده اوبشنز دلوقتي في الحته المهاجمين حسين الشحات وجايين رمضان صبحي وناصر. فالاربعه نعتقد ان الاربعه اللي قدام بالنسبه للنادي الاهلي هم مصدر خطوط النادي الاهلي. النهارده بنلعب احنا بنقفل عليهم بصوره كبيره جدا، مش هنديهم مساحات ان احنا يقدروا يلعبوا بين الخطوط، لان خطوطنا النادي الاهلي كلها في اللعب بين الخطوط والتحاور الدفاع من الدفاع للهجوم. فان شاء الله نقدر نعمل نتيجه ايجابيه، ان احنا في موقف صعب، موقف وادي دجله موقف صعب. ماتش النهارده هيفرق معانا ثلاث نقط مهمين جدا يقدر يدينا دفع للماتشات الجايه ان شاء الله. على غرار اللغه الفنيه ويمكن الطريقه الفنيه حضرتك بتتكلم بيها كابتن محمد، النادي الاهلي عنده غيابات كتير جدا برغم اللي انت ذكرتهم، لكن ازارو مش موجود، عاشور، احمد فتحي، وليد سليمان، مروان محسن، عدد كبير جدا. ده فنيا واحد من الجهاز الفني بيسبب ازمه للجهاز الفني؟ طبعا بسبب ازمه للنادي الاهلي، ازمه كبيره، لكن انا حاسس ان النادي الاهلي عنده بدائل. النادي الاهلي جاب تدعيمات قويه بمبالغ كبيره، جاب لعيبه كبار، لعيبه منتخبات، مش جايب لعيبه صغيره، يعني تقدر تعوض الناس اللي غابت. زي ما قلنا الاسماء اللي اتقالت دي يعني تقدر تعمل فرق مع النادي الاهلي، وشفنا مع المدرب الجديد عامل فرق. ودلوقتي مش عايز اتكلم في حته فنيه، يعني انا بتكلم على فريق وادي دجله. احنا شفنا ماتشات النادي الاهلي في المعسكر، كان عندنا معسكر اتكلمنا في الايجابيات والسلبيات بتاع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مختلف تماما عن، ومش انا بقول كده، كل الناس شايفه ان في اختلاف في النادي الاهلي. مستوى النادي الاهلي مختلف تماما عن الدور الاولاني خالص، مستوى الفني النتيجه في علم الغيب والتوفيق من عند ربنا، يوفق وادي دجله يوفق الاهلي، لكن المستوى الفني بتاع النادي تغير تماما مع المدرب الجديد. نفسيا ابرز التعليمات اللي قالها مستر تكيس مع لاعبي وادي دجله وايضا كمان كابتن محمد وحدي، يعني اتكلمتوا نفسيا مع اللاعبين عليه؟ لا، النادي ان ماتشات الاهلي والزمالك هي الماتشات الفيصل، الماتشات الكبيره، اللاعب اللي بيظهر في ماتشات الاهلي بيقدر يتعرف للناس كلها. زي ما كنا صغيرين وظهرنا ماتشات اهلي وزمالك واحنا صغيرين، ماتش كبير، ماتش مهم لينا طبعا، ماتش ثلاث نقط زي ماتش، لكن هيدينا دفعه. احنا الدور الاولاني عملنا جيم كبير في النادي الاهلي وخسرنا 1-0 في اخر 10 دقائق. نتمنى ان احنا نعمل اداء كويس النهارده ونكمل. الحمد لله معانا مدرب كويس جدا بيلعب كوره على الارض، فاعتقد ماتش النهارده يطلع ماتش يليق بالناديين. يعني كثيرا تدعيمات كمان يمكن كانت موفقه النادي وادي دجله، كلمنا عن التدعيمات وقول لي اللعيبه اللي انتم ممكن تعاقدتوا معاها كابتن محمد برضه. احنا جبنا يعقوب باك ليفت مكان سيد سالم راح الاتحاد، جبنا يعقوب من ارجوتيلس اليوناني، جبنا رمزي خالد باك رايت الاتحاد كان في الزمالك لعيب مميز، واخيرا امبارح تعاقدنا مع مصطفى طلعت لعيب كابتن وادي دجله، لعيب في نص الملعب، لعيب محترم ولعيب هيبقى اضافه كبيره للنادي. اتمنى التوفيق طبعا من الله سبحانه وتعالى للعيبه الجداد والقدام
وفي انسجام ما بينهم ونطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. كابتن محمد شكرا. خليك تحت القناه الاهلي وتحت كابتن اسلام. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق نادي وادي دجله، اكيد عندهم دوافع وعندهم اكيد الرغبه في الفوز، لكن النادي الاهلي باكد لك كابتن اسلام ان شاء الله باذن الله هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي، بيأدي اداء اكثر من رائع، عنده اصرار وعنده جديه وعنده روح شديده جدا هبان ان شاء الله النهارده في الملعب مع كل لاعبي النادي الاهلي، وبنتمنى وبناكد ان شاء الله ما يبقاش في اي اصابات لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه. كابتن اسلام يمكن دي الدعوه اللي بيديها كل الجمهور للنادي الاهلي، بجانب ان شاء الله يكون ربنا موفقنا في النتيجه والاداء. عوده ليك يا كابتن اسلام وعوده كل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا يا كريم. كابتن عايز اسال حضرتك عن زي ما كنا بنتكلم كده، هل من الممكن ان نرى تغيرا في طريقه لعب؟ زي ما قال كريم نادي وادي دجلة عنده كثيرا من الدوافع موجوده معاك في الساعه ونص اللي هيلعبك فيها. فهيحاول يعمل كل جاهدا بكل حاجه. انما احنا قلنا على حاجه واحده بس في الاول. لا لا دلوقتي يا كابتن هنرجع هرجع لك لدي بقى النقطه بتاعتك هتجاوبها اهو. احنا كنا بنقول على حاجه واحده، ان الفرقه دي احنا هنهجم ونضغط عليهم عشان نكسب. لما انت هتضغط عليهم وتعمل ما عندهمش حريه بقى الباص من تحت، هيزهقوا هيعملوا ايه؟ هيعملوا الطويله. هو لو بدا بالطويل من الاول لا من الاول منين بقى؟ ده يبقى بيسلم لك نفسه يعني. يبقى بيديك الثقه ان انت تسحب من ورا وتعمل، وزياده الخطوط اللي احنا قلنا عليها، وعندك ميزه دلوقتي كمان في اللعيبه بتاعتك ما شاء الله بقى عندهم الحرفه الفرديه. انا بقى كل اللعيبه عندي بيرقصوا اي حد دلوقتي وبيعدوا من اي خط وبيعملوا الزياده، وعندهم الثقه انه يرقص واحد ويروح يجيب جول، عنده يرقص واحد يعمل عرضيه، عنده رأس واحد يعمل 1 2. عندنا كمان لعيبه كوره ما شاء الله عندها ثقه في نفسها انها تضرب اي خط. فهم انت حسب انت هتشتغل معاهم في الاول، ضغطت عليهم فقدتهم الميزه اللي هي عندهم. وقلت لك زي ما انا قلت لك نص ملعبهم يعني مش انيستا وجزافي اللي هم هيبتدوا يعملوا الايقاع والريتم والتيمبو واللي هو يخليني ابقى محتار معاهم يعني. انا مش هبقى انا شارب حاجه وهم قاعدين يقسموا عليا الكلمه دي. انا النادي الاهلي يعني انت فهمت قصدي، ولاعيبتي جايه ايه بقى؟ جايه مشحونه كمان جماهيريا ومشحونه بفوز ومن فوز لفوز ان شاء الله. فدي الحاله بلال اللي احنا يعني معتمدين عليها الروح كمان يعني. انت لو عمليه الضغط الجماعي كمان يا كابتن مهم النهارده، لما عمليه الضغط بشكل فردي هتلاقيهم هيشتغلوا بالاجريسيف اللي انا قلت لك عليه اسلام. احنا عايزين نبقى غضبانين، احنا عايزين الفتره دي نبقى غضبانين في الملعب. احنا لعيبه غضبانه، لعيبه بناخد حقنا من الملعب ده، بناخد حقنا بقدراتنا بالموهبه اللي ربنا ادانا بيها وتمتعنا بيها. ده غير دكه بدلاءك بقى. خد بالك يا كابتن، بالعكس انا اتمنى ان وادي دجله يلعب جيم مفتوح ويحضر من تحت. ده اللي انا بقوله لك، لو غير ده اللي انا بقوله. كابتن شريف بيرد عليه ان هو لو غير طريقه لعب انت كده كده اللي انا فهمته يعني من كابتن شريف ان انت كده كده طريقه لعب النادي الاهلي هي اللي زهقته هي اللي هتجبر وادي دجله ان هو يعمل اللي انت عايزه. طبعا انت لو ضغطت عليه هيضطر يلعب كره طويله، مش هيعرف يعمل اللي بيعرفه. فقدت شخصيته في الملعب. انت مهم بالنسبه لك انك تفقد الشخصيه بتاعته. بالظبط، انت لما تضغط عليه من نص ملعبه هيضطر غصب عنه ان هو يلعب الكرات الطويله، لان هو مش هيقدر يعمل عمليه التحضير وانت بتضغط بخمس لعيبه. هو عايز يطلع من عنده بقى، بالظبط تبقى صعبه جدا، وعايز يخرج من المنطقه دي، عايز يفطر في اي حته بقى على الاطراف على البتاع. انت كل اللي عايزه انت تركز ال 10 20 دقيقه قدام الاولانيه بالظبط، تخلص الماتش وتعمل بقى لنفسك. لان خد بالك يا اسلام، هو لو ابتدى يحضر هيفتح لك المساحات، وانت وده اللي انت عايزه. انت كنادي الاهلي محتاج المساحات انك تشتغل فيها. يعني هو النهارده وادي دجله ايه زي ما قال اسامه، يعني النهارده داخل فيه 30 هدف يعني، ومسجل 23 هدف. ده معناه ان هو مش قوي هجوميا قوي وقليل جدا دفاعيا. لا هو قوي هجوميا لانه زيه زي النادي الاهلي مثلا. لا انا بكلمك، لسه الاهلي لاعب 15 مباراه يعني لسه قدامه اربع، لسه بتتكلم في اربع ماتشات يعني. هو مش من الفرق الاقويه جدا هجوميا يعني، في فرق كتيره جدا موازيه ليه في عمليه التهديف. لكن هو دفاعيا قليل جدا، ده معناه ان الطريقه اللي بيلعب بيها دي طريقه دفاعيا تعيبه، مش صح بالنسبه له. انا ممكن احضر بشكل كويس قوي، ولكن يبقى عندي حته من النظام شويه، من الانضباط شويه يعني. شفت وادي دجله بتلعب ماتشات كتيره جدا، من السهل جدا انك توصل للجول بتاعهم بسهوله جدا. حته الرقابه مش موجوده، حته البلوك اللي بيتعمل المفروض يتعمل قدام ال 18 مش موجود. لا بالعكس، انا اتمنى ان هم النهارده يلعبوا جيم مفتوح، اتمنى ان هم يحضروا النهارده عشان تلاقي المساحات اللي تتحرك فيها، اللي تقدر تتحرك فيها. الاهلي عنده ميزه جامده جدا، انك في الهجمات المرتده بقى عندك السرعات اللي تقدر تسجل بيها اهداف. زي الماتش اللي فات هجمه مرتده قدرت تسجل هدف الاول، كان ممكن تسجل هدفين من الهجمات المرتده. فانت النهارده بالظبط لو اداك مساحه يا كابتن انك تشتغل فيها، اول ما تقطع تعمل هجمه مرتده باللعيبه اللي موجوده والسرعات اللي موجوده، لا تقدر تسجل اهداف. فتبقى ميزه بالنسبه لنا انه يلعب جيم مفتوح. اسامه عايز اسالك عن الاحتياطي بقى او دكه البدلاء. دكه البدلاء عندنا مجموعه جيده جدا، شريف اكرامي، هشام محمد، صلاح جمعه، سعد سمير، باسم علي، جيرالدو، صلاح محسن. مين هيلعب وامتى؟ يعني لو الاهلي متعادل لسه ما بين الشوطين هيلاعب مين؟ لو الاهلي لا قدر الله مغلوب هيلاعب مين؟ لو الاهلي كسبان هيلاعب مين؟
عندك مفاتيح هجوميه لو الفوز تاخر الشوط الثاني عندك ممكن تقدر تشتغل بيهم. جيرالدو من المفاتيح اللعب الهجوميه المهمه. صلاح محسن بعد عوده برضه ممكن تقدر تحطه جنب اجاي وتلعب باثنين مهاجمين الطريقه اللي بيفضلها دايما الكابتن شريف. تقدر تعمل كثافه. في حاله مثلا انت لسه ما لو انت الفوز تاخر دي تلعب باثنين مهاجمين انت ممكن وغير الوينجين طبعا غير الوينجين وتلعب بهاف ديفندر واحد ممكن عمرو السوليه او كريم نيدفيد ويبقى عندك ارتكاز واحد وتبدا تزود الناحيه الهجوميه. ده في حاله لو الفوز تاخر. عندك برضه صالح جمعه من المفاتيح اللعب اللي يقدر يصنع الاهداف لو الامور ماشيه بشكل كويس. افضل برضو انت الشهر الجاي شهر اثنين عندك عدد كبير من المباريات تقدر برضو لو انت كسبان وربنا كرمك تقدر تعمل عمليه بقى التغيير داخل الملعب. صلاح محسن تشوفه بقى تنزل بقى صلاح تطمن عليه جيرالدو رايح رمضان صبحي تبدا تطلع نصر ماهر عمرو السوليه وتنزل هشام محمد تقدر تلعب في لا في صالح جمعه كابتن كابتن شريف هنعمل ايه النهارده ان شاء الله في المباراه؟ وجهه نظرك ومين اللي هيجيب لو كسبنا وايه اللي هيحصل؟ كل مره هكتب عشان بعد الماتش انا احط النتيجه 3-1 ثانيه واحده سجل بص يقول لي ايه حط النتيجه 3-1 وبيتكلم بيفسيخ بره انا غير فرنجه بره بقى عايزك تقفش مني اي حاجه لا ما تقلقش 3-1 ها لصالح النادي الاهلي. امال ايه؟ ما اسالك يا اخي انت معانا ولا علينا؟ 3-1 للاهلي. بقول لك طب هتقول لي مين اللي هيجيب الجون ولا بلاش مين اللي هيجيب؟ اجاي انت كده محتاج تيشيرت تديله بعد الماتش. هجيب الجون النهارده اجاي اجاي ناصر ماهر اجاي ناصر ماهر يعني اثنين اجاي واحد ناصر ماهر واحد ناصر. انا اللي عايز اقوله لك بس انا اول مره حابب بطلب من ان شاء الله من القدر ان احنا نستعجل الفوز يبقى ان الوجود في اول 10 دقائق ربع ساعه باذن الله عشان سريعا بس بلال نتيجه المباراه يعني بص اتوقع ان شاء الله الاهلي يكسب ب 2-0 باذن الله تعالى 2-0 مين ده؟ اتوقع بقى ما مش الاجوان دي صعبه بصراحه. عبد الحميد حسن واسلام انا عبد الحميد هو اللي بيجيب انا اللي بعمله اسامه لا يعني اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يفوز خلاص مره لا يعني سيبك من الارقام بس اتمنى ان ربنا يقول لي رقم خلصني كام الناس عايزه تطلع مع الشيخ شريف بقى مع الشيخ شريف 3-1 برضه 3-1 عموما نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه ونفضل ان شاء الله نضحك ما بعد المباراه وتبقى مباراه جيده ان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم مباراه مصر المقاصه ما كانت الا بدايه لما هو قادم ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يؤكد ما فعله في مباراه مصر المقاصه. هنطلع نشوف تقرير عن المباراة تقرير أخير عن المباراة وبعد هذا التقرير هسيب حضراتكم بقى في تتفرجوا على المباراة وإن شاء الله بعد المباراة ونهاية المباراة على طول تجيبوا بقى قناة النادي الأهلي ونتفرج أو عندنا كواليس زي ما حضراتكم بتشوفوا كده ما بتحصلش أو ما بتتزعش على أي شاشة تانية إلا شاشة قناة الأهلي فانتظرونا ما بعد المباراة. هنطلع نشوف هذا التقرير ونستأذن بقى حضراتكم نشوفكم إن شاء الله بعد نهاية المباراة.